الأستاذ خليل السيد في محاضرة تحت عنوان فن التسطير بالمغرب الأعراف الحرفية لفن التسطير. شكرا لكم. السلام عليكم الحضور الكرام. كما كتعرفوا الموضوع ديالنا هو حول فن التسطير، وكنركزوا في الحوار ديالنا او العرض ديالنا حول الاعراف الحرفيه لفن التسطير. الحضور الكرام، بصفتي صنايعي ومعلم في فن الخشب، اقدم لكم هذا العرض انطلاقا من تجربتي المهنيه، متمنيا من الله تعالى ان اكون موفقا في تقديمه. باش غادي ندير واحد الكلمه تقديميه باش تحوشها هي للنقاش في هذا الموضوع. هذا هو اولا خصنا نتكلموا على التسطير كمقدمه. التسطير هو علم وفن، وهو فلسفه الهندسه بشقيها العلمي والفني. اذا كان لكل علم فلسفه، ففلسفه علم الهندسه هو فن التسطير. يقول عنه بعض المؤرخين علم الفلكيين وعلماء الرياضيات. التسطير واحد وقاعدته واحده، والاختلاف بين تسطير المعلم وتسطير المهندس او غيره هو اختلاف شكلي وليس جوهري. اما الفرق بين التسطير الاقليدي والتسطير على الحاسوب فهو كاين هناك فرق. فالتسطير ملي كيكون المعلم تقليدي اللي كيسطر بالطريقه المعروفه على الورق، فهو كيسطر دينا واحد الزخرفه عبر التصاريح. هذيك الزخرفه ملي كناخذوها ونشوفوها بعد شي مره، داك الخطوط ديالها ولا داك الفرم ديالها ولا المكونات الصفرديه ديالها ما كتكونش مغرزه بشكل كبير، لان ضرر، لان كيخدم بالمسطره وبيديه ونظرا للسن ديالو الا كان الضر ديالو قليل. الا كان لان الاوج ديال التسطير هو ملي كيكون الانسان داك اللاج ما بين سن 20 عام الى حدود الاربعينات. ملي كيوصل الاربعينات كيبدا النظر يقلع له كتبدا. اذا هذه كل عوامل ملي كيوجد داك العالم التقليدي داك الزخرفه ديالو كتلقى فيها بعض الاعوجاجات ولا ما ريكلاش مزيان، ولكن هادشي كيتقاد في النقوش. اما التسطير على الحاسوب اللي اصبح اليوم فرض الوجود ديالو، هو يتميز بالدقه والجوده والسرعه. يعني التسطير على الحاسوب عنده واحد الاهميه كثيره بزاف، وانا كنتمنى من الشباب انهم يتعلموا التسطير على الحاسوب لانه كيعطي واحد الجوده وسرعه. وغادي نعطي بعض الامثله. الا كان عندنا شي زواقه كبيره معلمين راه معنا هنايا كبار، كانت عندنا شي زواقه كبيره وبغينا نصوبوها، كيمكن تاخذ لنا 4 ايام 3 ايام ديال التسطير ديالها، ولا وقع خطا نوض نعاود به. في حين الحاسوب كيمكن لك داك الخدمه ديال 4 ايام كتوجدها في النهار. وإلا كان عندك الحاسوب ديجا انت موجد له زخارف كثيره ومعمرو، فملي كتعطل على شي زواقه كتوجدها في ساعه كامله. كيما بغى يكون هذاك الكاغيت هذا يوجد لك على 4 ايام او 5 ايام كتوجدو حتى في ساعه كامله. هذا هو الفرق ما بين التسطير التقليدي مع التسطير على الحاسوب. التسطير هو حركه لا نهائيه، ولكن كيحتاج الى ذكاء ودرايه وخبره وتقنيه ومهاره. راه ما يمكنش نجيبوا شي واحد عمره ما خدم التسطير، عمره ما عرف المكونات ديالو، وغادي نجي نقول له سطر لنا التسطير. لانه ولو يمكن نقلطو شي واحد كيدير الرياضيات ونعطيو واحد المربع وغادي نقول له سطر لنا واحد العشره ديال الخطات من هنا وعشره من هنا وضرب لنا خمسه مايلين هنا وخمسه مايلين من هنا، ايصوفهم لك مزيان. ولكن ملي تقول له خرج لي الزواقه ما يعرفهاش، لان ما كيعرفش شنو هما الفرم وشنو هو القطيب وشنو هو المكونات الصفرديه ديال فن التسطير. اذا لابد قبل ما يتعلم الانسان التسطير خصو يكون مارسو، سواء على الرسومات او على النقوش او لا. اذا باش يمكن له يفهم ويعرف هذا التقنيه ديالو. من جهه اخرى ملي كيبدا الانسان يتعلم التسطير ويدخل ديك العمليه ديال التسطير، كيحس براسو انه كيتعامل مع واحد الماده اللي ساحره كتسحر الانسان. لان التسطير ملي كيبدا الانسان يتعلمو، وانا كنتكلم معكم انطلاقا من تجربتي ملي كنت شاب، كنت كنحب التسطير بواحد الشكل متصوف،
وللاسف داك الوقت كان صعيب باش واحد يعلمك تصطاد. اما الحمد لله اليوم راه المجال التكوين راه فاتح. اما هذه شحال كانوا المعلمين الله يرحمهم منغلقين، راه ما يمكن له يعطيك القاعده ديال التصطير او المعارف ديال التصطير حتى عرفت انت باغي تعلمو 1000 تبقى تابعو اليوم وغدا وبعدو، عاد يمكن يقول لك كيقول لك انا ما يمكنش نعطيك شي معلومه وانت اللي تسمعها وما تسمعش فيها. كانت تاخرتو بهذا الشكل. اذا ملي كتبدا تتعلم الكاغيط وكتصوب الكاغيط الاول الزواقه الاولى وكتبدا تصوب الزواقه الثانيه كتيبان لك واحد البحر بدا خصك توصل، شنو كتولي كدير؟ كتبات قصر على داك الكاغيط باش توجدو، كيمكن تقصر حتى ثلاثة السطوع وكتنعس ساعتين في المكانة ولا غدي كتصبح خدام ما بيكش لا إرهاق ولا والو، لأنه كتحس براسك كتعامل مع واحد المادة ساحرة، وفوقاش كتحس بالسحر ديالو هو فوق ما كتستخرج واحد الزخرفة إلا وكتحس براسك عملتي شي حاجة زوينة. والطريقة ديال التعامل مع التسطير ملي كنكونو كنسطروه هو العمل ديالو أو الشغل فيه كأنك كتشتغل في شي لعبة فنية، لأن داك الحركات ديالو وداك القواعد ديالو وداك الأعراف اللي كنسطرو بها كنخدمو بها كتحس براسك كأنك كتعامل مع واحد اللعبة فنية وعلمية في آن واحد، لا حصر لأشكالها ولا نهاية لحدودها. ما تنقولش أنا صوت هاد الكواغط صافي هذا هو الحدود ديال هاد الكواغط أو لا، هنا ودا وقفت. إذا الأشكال كثيرة ولا نهاية لحدودها. واستخراج الزخارف يتميز من معلم لمعلم. إذا الاستخراج ديال الزخارف كيتميز كاين هذه من جهة. قبل ما ندخل في هذا الباب هذه كاين بعض المعلمين كيجي كيقول لك هذه الزواقة أنا صوتها هذه ديالي، لا هذه راه ديالي، وهذا خطأ لأن التسطير صوت قبل ما يجي حتى الإسلام. باش الانسان تسطير كان قبل ما يجي حتى الاسلام، ولكن الاسلام تبنى التسطير وجعلو في الثقافه ديالو لانه بعيد عن التجسيد والتجسيم اللي هو محرك في الديانه الاسلاميه. اذا التسطير هو عنده قواعد خلاوها لنا الاجداد، عنده اعراف خلاوها لنا الاجداد، نحن نستخرج فقط، ما عندناش شي واحد اللي كيصنع لنا التسطير او اللي كيصنع لنا شي زواقه اللي ما كاينش. كيمكن يدير استخراجات الشهادات ديالو ممكن، ولكن البرما والقطيب والقواعد والمكونات راه داروها الاجداد. الا حافظنا غير على داك الشيء وثقلناه وطورناه غنكونوا مشينا مزيان. اذا استخراج الزخارف قلنا يتميز من معلم لاخر حسب مهنته والمواد الاوليه اللي كيتعامل معها والادوات اللي كيشتغل بهم المساحه اللي عنده، لان مساحه كبيره ماشي مساحه صغيره، والعلوم كل ما علات المساحه كل ما كيكبر الكاغيط، وحتى الثمن الزبون راه ما يمكنش تكون انت قاف الخدمه بواحد الثمن صغير وضعيف وغادي دير له زواقه اللي تشد لك وقت كبير. اذا هذا كله مع عوامل كيتحكموا في الاستخراج ديال الزخارف. هذا هو الجانب الاساسي. اذا الحضور الكرام، قبل ما ندخلوا في الموضوع ديال الاعراف الحرفيه اللي في التسطير خصنا ضروري بما اننا كنتكلموا على التسطير المغربي نحطوا يدينا اولا الاعين ديالنا على الحقبه التاريخيه ديال التسطير في المغرب باش تكون عندنا فكره كامله كيفاش جا التسطير المغرب وفين وصلنا اليوم، واش احسن من اللي كنا، واش قل من اللي كنا، فين كيفاش تبدا، واش تبدا قوي وضعاف اولا تبدا ضعيف وتقوى. اذا هذه هي المحطه اللي نحطوها باش تكون عندنا فكره شامله. اذا المرحله التاريخيه اللي في التسطير كانت عندها خمسه ديال المحطات اساسيه، هي مرحله المرابطين والموحدين المرينيين السعديين والعلويين. هادو خمسه ديال المحطات اساسيه في فن التسطير، وغادي نحاولوا نشوفوا بعجاله بعض التسطير من المآثر التاريخيه ديال هنا ديال هاد المحطات. كما كنشوفوا امامنا في الصوره هنايا زخارف ديال المرابطين، وكنشوفوا هنا التسطير ديالهم كان بسيط كيعتمد على المسدس وعلى بعض المربع وشي كاغي ديال 12، تسطير كذلك ديال الشرافات. إذا هذا التسطير كنشوفوا هنا فيه شويه البساطه. هذه الحقبه ديال الموحدين كانت قريبه بشكل كبير للحقبه
اللي قبل منها، وهنا كنشوفوا عاود كذلك التسطير كان شبه متواضع، وكنشوفوا الان الحقبه المارينيين. هنا كنشوفوا غير من خلال الصور كيتبين لنا ان المارينيين كنشوفوا الزخرفه وصلت الى الرشد ديالها، وصلت الى القمه الازدهار ديال الفن الابداع ديال الجوده. حسب ما كنشوف في التصور، فالتسطير هنايا كان فرض الوجود ديالو بشكل كبير ومتنوع وفي ابداعات بمعنى المعلمي، وصلوا لذاك القمه ديال الزخرفه لعده اعتبارات. نظرا المرحله ديال المارينيين كانت مرحله ديال الرفاهيه، اذا ان الفن الزخرفي الاستمراريه ديالو والضمان الاستمراريه ديالو كتطلب امكانيات ماديه، لان المعلم الا بغيتي تحافظ عليه ولا بغيتي تستمر خاصك تعطيه الثمن باش يجيك. هنا كذلك محطة أخرى ديال السعديين، هنا كنشوفوا السعديين أنهم مشاو في نفس الريتم ديال المارينيين تقريبا، وكنشوفوا هنا كذلك بعض الزخارف ديالهم سواء على الخشب أو القبص أو الزليج إلى آخره. المحطة ديال الدولة العربية الشريفة كنلقاو فيها كذلك هنا الاستمرارية بقات غالية من هذه الحقبة وحده غادي الى يومنا هذا. هادو المحطات الاساسيه اللي كان فيها التسطير في المغرب. الان غادي ندوزو بعجاله على الفضاءات اللي كانوا وجدوا فيها فن التسطير. فالمغاربه اهتموا بزخرفات المشاجر، وما يمكنش شي مشجر كيكون مزخرف فيه الزخرف ما تلقاوش فيه التسطير. اذا التسطير حاضر بشكل قوي في المشاجر، وهذا الشيء راه المعلم كلشي راه عارف هذا الشيء، راه مخدوم في المساجد كيعرفوا هذه الامور. كذلك كنلقاو التسطير حاضر بشكل كبير في المنازل، سواء في الارضيات في الجدار في السقوف في الحلقه في جميع المكونات الزخرفيه ديال المنزل. المدارس كانت عندها اهتمام كبير، لان كانوا الطلبه كيقراو فيها وكيسكنوا فيها الى اخره، اذا كنوجدوا التسطير في المدارس وفي القصور. وهنا كنشوفوا ان القصور في المغرب وخاصه في عهد الدوله العالميه تتهتم بشكل كبير بالفنون الزخرفيه، وهي الوحيده اللي كتضمن الاستمراريه ديالها. كاين بعض الحقب اللي تمت في عهد الدوله العالميه اللي صناعي كتبقى في الحركه وما كتبقاش تخدم، فكينوضوا السلاطين والملوك هما اللي كينوضوا يجهزوا القصور الزخرفه المغربيه من اجل يضمنوا الاستمراريه ديالها ويحافظوا عليها من الضياع والاندثار. بمعنى القصور الملكيه كتلعب دور كبير في الحفاظ على هذه التراث وعلى هذه الزخرفه بصفه عامه، والتسطير بصفه خاصه. كنوجدوا التسطير في المقابر وفي الاضرحه، وهنا كنشوفوا ان ملي كنزوروا بعض الاضرحه كتلقى فيها شي زخارف جد 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 رائعه. لماذا؟ ربما كتلقى زخارف اللي ما كتوجدش في اماكن اخرى. لماذا؟ لان كتلقى ذاك المعلم قريب لذاك الزاويه او كيصلي فيها هو رقيقي، ربما ذاك الخدمه كيصوبها هو عشق منه وبلا فلوس او بشي ثمره مزيان، لانه كيعشق ذاك المكان او ذاك الفضاء وكيتفنن. وهنا ملي كندورو بعد الاضرحه كنلقاو فيها شي زخارف لا توجد في مكان اخر. الحرف اللي اهتمت بفن التسطير، كاين الحرف ديال القبس، وهنا الحرف ديال القبس كتكون انا اعتبرها احسن الزخارف اللي كتكون بالتسطير اللي كيتفنوا فيها بشكل كبير هما القباص، لان القباص كيمكن لك تلقى داير واحد الناوره كبيره اللي كيصعب على مين اخر أو لا معلم آخر يصوب من أخرى، هو نظرا للمادة ديالو والأدوات ديالو كيمكن لي يصوب لك شي زواقة كبيرة بزاف. وغادي نعطينا بعض الأمثلة. هاد النعورة اللي كتبان هنايا ديال القبص، شوف الروعة ديالها، مما يدل على أن المعلم القباص كيتقن التسطير بواحد الشكل كبير، كيعطي فيه إبداع كبير، لأن المادة ديالو والأدوات ديالو كتساعدو على هاد العملية. السطر كان موجود في الخشب
أولا الحرف ديال الخشب تسمت بالتسطير، سواء في الخشب المزروق أو المنقوش أو المطبوع أو المرصع. إذا التسطير حاضر في حرف الخشب. كاين عندنا حرف الزليج، حرف ديال الزليج تسمت بالتسطير ومشات أكثر من ومشات بعيد. حرف الزليج كنلقاو هاد الحديقة اللي أمامنا هنايا، التصميم ديالها هو على شكل زخرفة من فنتسطير. وهاد العملية هادي كيمكن ناخدو مدينة ولا كارتي ولا فضاء معين ونديروه بالتسطير. يمكن ناخدو مدينة جديدة أولا حي ونديروا زخرفة ديال التسطير ونشوفوه من الفوق، والعمارات ديالو مشيو على شكل صفط والأزقة ديالو هي داك الطيب. إذا التسطير فيه ليتسندر. كذلك حرف النحاس، هي اهتمت بفن التسطير بشكل كبير. كنوجدوا التسطير في زخارف الحجر كما كنقولوا الحجر ديال السلا وفي الرخ. إذا هذو الحرف اللي اهتمت بالتسطير بشكل كبير، وكذلك في حرف الزخرفة على الورق. حتى الحرف ديال الزخرفة على الورق كنلقاو فيهم التسطير حاضر بشكل قوي وفي إبداعات رائعة وجميلة. توظيف زخارف التسطير في العصر الحالي. إذا حنا شفنا المحطة التاريخية التسطير فين كان كيخدم، ولكن في هذا العصر هذا التسطير واش مازال خدام، واش ما مازالش، واش بقى الطريق اللي كان. الآن كنشوفوا التسطير ها فين وصل، ولا التسطير خرج من ذاك القوقعة ديال المعمار وذاك الثقافة ديال المعمار، أصبح اليوم في اللباس، أصبح في الأحذية، أصبح يعني كيف كتشوفوا أمامكم التسطير. رغم تطور العصر فالتسطير حاضر بشكل قوي، كنشوفوه كان في الأرض ولا كيمشي حتى في السماء، ولا كيصوب في ديكوراس في الطيارة وفي لي مترو ولي ترام. إذا ولا التسطير ما بقاش غير في واحد الفضاء معين، فهو انتشر بواحد الشكل كبير نظرا للجودة ديالو. بل كنلقاوه حتى مثلا في الحلويات، في الديكورات، في الأثاث المنزلي. إذا التسطير رغم تطور العصر فهو حاضر بشكل قوي، كما كنشوفوا في الزرابي وفي الأفريشة. إذا هادو المراحل اللي مشى فيهم التسطير. حضور الكرام، من خلال هذا التسلسل التاريخي اللي في التسطير المغربي، نجد المغاربة قد استخرجوا زخارف متنوعة من عدوتين أو قلعتين ديال المغرب والأندلس، وتفوقوا بشكل كبير أن المغاربة فاقوا الأندلس في مجال التسطير، رغم أن الأندلس كانوا في قمة ديال الأوج ديال الزخرفة. فالمغاربة فاقوا الأندلس في مجال ديال التسطير، وهادشي غادي نبينو وغادي نوضحو أكثر. في عهد الدولة العلوية وخاصة مع المرحوم الحسن الثاني، نجد الحسن الثاني رحمه الله أطلق مشاريع ومنجزات كثيرة. هذه المشاريع وهذه المنجزات أتاحت للمعلمين فيهم اللي ماتوا الله يرحمهم، فيهم اللي مازال يعيشوا الله يطول عمرهم، أعطتهم واحد الفرص رائعة، فرص رائعة للإبداع والابتكار والاجتهاد، حيث استخرجوا زخارف عديدة ومتنوعة في فن التسطير، ومنها بعض الزخارف التي تسمى بالمئيني. ونعطيكم بعض النموذج، إلى تسالينا المدينة القديمة ديال فاس كنلقاو واحد الخصة في الصفاح ديال الزليج كيقولوا المئيني ب 96 صوت، هي 96 ولكن سماوها المعلمين القدام بالمئيني على مقربة 100، عطاوها هذا الاسم. هذا ما يدل على أن الدولة العلوية اهتمت بالزخرفة بشكل كبير، والمعلمين ساعدتهم وعاونتهم وشجعتهم وطوروا داك الزخارف ديال الاستخراجات ديال التسطير ومشاو بعيد ولينا في عهد الاندلس. الزخرفة وصلت ل 16، ونادرا شي كاغيط او جوج في عهد الاندلس اللي وصلوا ل 24، بل المغاربه استخرجوا
من تلك الزخارف زخارف اخرى اللي ولينا كنسمعوا فيها 32 و 64 و 48 و 50 و 70. اذا هنا خرج واحد المجموعه ديال الزخارف اللي المغاربه فاقوا الاندلس بشكل كبير وكيبقاو هما ابناء تلك المدرسه. ودائما المعلم كيبغي التلميذ ديالو يكون احسن منه، يعني الحمد لله العمليه مشات هكا. اذا هذه العمليه اللي قلنا هنا كتبين لكل مهتم في هذا المجال سواء باحثا دارسا او مدرسا متلقيا او متعلما متلقيا ان المملكه المغربيه تتميز بمعلمين كبار خبراء في الزخرفة وفي استخراج الزخارف التصطيرية، كما عملوا على تطويرها والحرص على استمراريتها مع توثيقها وتدوينها وكذلك تلقينها وتبليغ أسرارها للأجيال المهتمة بفن التصطير جيل بعد جيل. الآن باش ندخلوا الأعراف ودا حاولنا نعطيو غير ملخص باش نعرفوا الأمور كيف مشات الحقبة القديمة إلى يومنا هذا، ونعرفوا أن المغرب الحضور ديالو في التصطير من المعلمين ديالو شكون هو، واليوم والآن دابا غادي نتكلموا على الأشكال ديال فن التصطير. شحال نقولوا تقريبا من شكل، شنو هما الأشكال ديال التصطير اللي عندنا في المغرب؟ شكون يمكن يقول لي شحال الأشكال؟ يتكلم يتكلم لا تحصى، كان شي واحد يعطينا شي الأشكال ديال التصطير في المغرب شكلين، جوج ديال الأشكال التصطير في المغرب جوج ديال الأشكال. تكلم التصطير ما عندوش كلمة مرشوق، المرشوق هو تقنية ديال التنقاش في الخشب، تقنية ديال التنقاش في زخارف الخشب هو المرشوق. كنقولوا رشيق وكاين الدقان والتقصار وكاين الدقان والتكلال. إذا قلنا الأشكال هما جوج ديال الأشكال ديال التصطير، هذا هو الشكل الأول، هو الشكل اللي كان اللي متداول ومعروف اللي كتكون فيه الترمة أفقية أو مبسوطة، والشكل الثاني هو هذا وكتكون الفرمة ديالو أفقية أو تروضية. يعني هادو هما الأشكال ديال التصطير اللي كاينين في المغرب وفي العالم، يعني هادو جوج الأشكال. إذا الشكل الأول هادو بعض الزخارف ديال دابا، الآن كنتكلموا على الأعراف وندخلوا بعض الأعراف والرموز والقواعد باش يمكننا نفتحوا الشهية ديال هذا النقاش ديال هذا الموضوع هذا باش يكون الصوفية تكون حيوية. إذا كنشوفوا النموذج الأول، يعني الشكل الأول هو هذا، هو بالقطيب وهنا بالقطيب، نفس الزخرفة ونفس الزوار. هذه الوظائف ديال الشكل الأول، الوظائف ديال الشكل الأول هو هذا، كنشوفوا التسطير ديال الشكل الأول سواء مزور أو على الزليج أو في القبص أو في النحاس. الشكل الأول فيه ثلاثة ديال الأنواع، فيه ثلاثة ديال الأنواع هما هذا. النوع الأول يسمى هو هذا، يسمى الفرضاوي، والنوع الثاني كيتسمى قد الفرمة قد القطيع، والنوع الثالث كيتسمى الفرمة أكثر من القطيع، كتسمى الفرمة أكثر من القطيع. هادو بعض النماذج ديال الفرضاوي. إذا الفرضاوي هذا نموذج ديالو، وهنا كنشوفوا أن كتجي فرمة لاصقة فرمة، هادي كنقولو كيستعملوها المعلمين الزلاجية مثلا أو لا، اللي كتجي فرمة حدا فرمة. هذا اللي كيتسمى قد الفرمه قد القطب. لماذا سميناه قد الفرمه قد القطب؟
هذه القاعده ديالو غادي نشوفوها باش نفهموا شنو عندك في الفرما كتقطعي. كناخذوا الزقاط، هو هذا اللي مصور عندنا من هذا المكان لهذا المكان، هذا كيتسمى الزقاط. هذا الزقاق هذا كيكون مقسوم عندنا على اربعه، واحد جوج ثلاثه اربعه. اذا نشوفوا في الجهه الاخرى هو هذا. اذا ملي كنقسموا على اربعه كناخذوا هذا القطيب الاول، هذا كيتسمى قطيب هو هنا، وهذا قطيب. اذا اربعه خلينا منها جوج، بقاو لنا جوج هنا، جوج في الفرمه وجوج في القطيب. اذا لا هزيناهم وحطيناهم كيوليو قد قد، ولهذا المعلمين سماوه قد الفرمه قد القطيب. وهذا الزق وهذه القواعد اللي منها كيتصوب التسطير كله حسب الفضاء، واساسيا حسب الفضاء وحسب المكان ديالو كما اللي نشوفوا في العرض ان شاء الله. الفرمه اكثر من القطيب، اذا الفرمه اكثر من القطيب نفس الزقاق اللي عندنا هذا نقسم على خمسه، يمكن نقسمو على سته، يمكن نقسمو على سبعه. اذا ملي كنقسمو مثلا على خمسه كناخذو قطيب من هنا وقطيب من هنا، كيبقاو لنا ثلاثه ديال القسمات في الوسط. اذا كيتسمى الفرمه اكثر من القطيب، الا جمعنا داك القطبان بجوج وحطيناهم على الفرمه كتجينا الفرمه واسعه، ولهذا سموه الفرمه اكثر من القطيب. هادو الانواع. علاش هاد المعلمين داروا هاد التقنيات؟ داروهم لخصوصيات ومعاني واعراض، ماشي داروهم هكا كيعجبهم الحال، لا، كانوا كيخدموا بمعاني وبقواعد وباعراف وباسلوب، لانه ملي كيكون الفضاء صغير والزوقه كنصغروها وباش تجينا زوينه كنصغروا من القطيب ونوسعوا الفرمه باش يمكننا نشغلوا داك الفرمه بنقوش او زخارف اخرى سواء ديال التوريق او غيره، وكتعطينا جماليه. ولكن كل ما كبرت لنا الزواقه وكبر لنا الزخرفه كبرت، كل ما الكاغيط كيمكننا نديروه مقسوم على اربعه باش كيبان. انا السقط عندي فيه 20 سنتيم، يمكن لي نقسمو على اربعه لان 10 سنتيم تبقى لي على اربعه تجيني 5 سنتيم من الخطيب، الوسط يجيني 10 سنتيم يمكن لي نعمرو بالتوريق ويبان. اذا ما كانوش كيخدمو غير الشق اللي انا درتها له. دابا كاين اللي كيصوب شي حاجه كيما بغا هو كيقول لك الشق اللي درتها. اذا هذاك الشق اللي كيديرها زمان كانوا كيديروها بمعاني وبأعراف. هادو نماذج ديال هاد الانواع اللي تكلمنا عليهم. اذا هذا نموذج ديال فرضاوي، ها خدمتو كي كتكون، وهذا نموذج ديال قد الفرمه قد القطيب، الا شفنا هذا القطيب مع هذا القطيب والفرمه راه تقريبا قد قد، وهذا نموذج ديال الفرمه اكثر من القطيب كما كنشوفو. هنا كتبان الفرمه واسعه والقطبان صغار. اذا هذا هو التعريف ديال هذا النوع الاول. اذا الشكل الثاني اللي كان التسطير، الشكل الثاني هو التسطير اللي كنخدموه للقرص. والان الى درنا زياره في المغرب كنلقى واحد العدد ديال المعلمين اللي دايرين الزخارف ديال القرص. فالمقربص هذا التسطير ديالو، وللاسف المعلمين ديالو اللي كيسطرو في المغرب قلال بزاف نادر، يعني وخاص هاد المهنه هادي، يعني هاد الاعراف ما تضيعش، خاصها تبلغ، وخاص الشباب ديال اليوم يحاول يحافظ عليها ويفهمها ويعرفها ويبدا حتى هو يسطر. هاد الفرم ديالو كتكون عموديه كما كنقولوا الطروات ديال ثلاثيه الابعاد، اللي منها كتخرج الفرم. وهادي هادو من الفرم ديالهم، كل فرمه هنا بالسميه ديالها، وهذا يعني الخاوي العكس ديال الفرمه، لانه كيكون بالخشب، واضطريت نديرو لان حتى هو ماده الخشب. حنا المحاضره عندنا حول التسطير بما ان المعرض ديال الخشب، اضطريت باش نديرو لان هي العماره اللي كيستعمل المعلم القباص. المعلم القباص ملي كيبغي يصوب القبه ديال القرص كياخذ العماره من عند المعلم النجار بها كيعمر، وهذوك الفرمات هما العكس ديال الفرمه الاصليه. هادو يعني المنتوجات اللي كتخرج من هذا التسطير او هذا الفرم ديال القرص. اذا هادو شفنا هنايا القبص، قبيبات ديال القبص المقربص، وهنا كنشوفوا المقربص بالخشب. هادو بعض النماذج ديالو. الساده الحاضرين،
الأشكال الهندسية التي تشكل قاعدة التسطير. ملي كنتكلموا على التسطير راه كنتكلموا على قواعد وعلى أعراف. إذن شنو هما القواعد الأساسية ديال التسطير؟ إذن الأشكال الهندسية التي تشكل القاعدة ديال التسطير والجوهر ديالو هي ثلاثة رسومات فقط، هما الأساسيين: المربع والدائرة والمثلث المتساوي الأضلاع. التسطير كله خرج من هذا من الثلاثة ديال الحركات. من هذه القاعدة تولدت أشكال أخرى، صارت هي العمود الفقري لزخارف التسطير بحال المسدس أو المتمن. إذا الشكل ديال المسدس أو المتمن تولد من هاد الثلاثة، ومنه كيخرجوا الزخارف كلها. إنما المغاربة تعاملوا مع هذه القواعد الهندسية واحد الرموز واحد التمييز، وتعاملوا مع المربع وهذا المثلث وهذا الشيء برموز قبل أن تحدثوا عليها. كيتميز المربع عن غيره من البنية الهندسية بكونه يرمز لعناصر الحياة الأربعة الضرورية للحياة: الماء، الهواء، التراب والنار. وكذلك الأنجزة الأربعة، يعني أن الحياة للإنسان إذا ما كانش فيها الماء والهواء والتراب والنار هيكون ميت. كذلك التسطير في هذا رموز لكي يبقاو. وكذلك الأنجزة الأربعة: الأبيض، الأسود، والأصفر والأحمر. وهذه الأربعة الألوان يمكن تخرج منهم جميع الألوان. كذلك التسطير زواقة جوج خرج منها زخارف أخرى، بالإضافة إلى الجهات الأربعة: شمال، جنوب، شرق، غرب. التسطير فيها القاعدة، هذه الحركية فيه دمنا وأجل لنا ورجع لنا ورجع لنا، وخط كما حدثت لك ما كتبش على شمال، شرق، جنوب، غرب إلى آخره. كما يرمز في فكر الصانع المغربي إلى القاعدة المربعة لكعبة المشرفة. هذو رموز اللي كيتعامل بهم المعلم المغربي. أما المثلث المتساوي الأضلاع فقاعدته على شكل نجمة داوود، وهي ترمز إلى الأرض، وترمز زاويته الحادة إلى السماء. أما الدائرة فقد عرفت في مصر قديما والهند، وهي ترمز إلى الشمس والسماء وكذلك التوحد واللانهاية. من هذه القاعدة والرموز الأولية أصبح المعلم المغربي المتخصص في رسومات زخارف التسطير أشكال عديدة ومتنوعة، انطلاقا من قاعدة القسمة المعروفة عند المختصين الحرفيين والمتداولة في الوسط الحرفي بشكل كبير المغربي، حيث نجد لكل شكل زخرفي له قسمة معينة. كما هو معروف أن كتلقى ما يمكنش تمشي عند شي معلم شي ورشة وتهضر على شي كاغي تقول لك شحال القسمة ديالها وشنو هي القسمة ديالها. وللأسف الشديد هذه كلمة القسمة هي قاعدة أساسية كانوا كيتعاملوا بها الناس ديال زمان، وكانوا كيتعاملوا بها الخطاطة اللي كيصوبوا الكواحل. وأنا صغير وكبير الآن كاين عدد المعلمين كيهضروا معاك القسمة ورا ما فهمهاش شنو هي وما عرفهاش، لأن المعلمين الله يرحمهم واللي كيف واللي فاهمينها ما كانوش كيبغيو يفهموها، كيقولوا هذيك القسمة وما كيبغيش يوريها لي شنو هي. وكاين اللي عنده 20 30 عام صنعة تسمعوا كيهضر بلغة القسمة وما فهمهاش، ما عرفش شنو هي القسمة، وهذه فرصة باش تفهموا هذا الشيء. كما يمكن للحاسوب أن نرسم فيه زخارف التسطير بدون قسمة. إذا الطريقة التقليدية أو الإقليدية اللي كيخدم بها المعلم، فإلا ما كانش القسمة راه ما يخرجوش كاع، ولكن الحاسوب اللي صبح اليوم كيمكننا نصوبوا أي زواقة بلا قسمة، لأنه هو
عنده ذاكره ديالو اللي كيمكن له هي من الخاتم السليمانيه اولا من هاد الثلاث ديال الاشياء الاساسيه اللي تكلمنا عليها المربع والدائره والمثلث يمكن يخرج جميع الزخارف وكيبقى هو حاجه كتعيط الحاجه حتى كيعطيك زواقه متكامله وهذا الجميل والشيء الجميل في التطور ديال العصر اللي سهل على المهندسين وعلى الباحثين يقول لي يصوروا التسطير على الحاسوب يعطيك زخارف اللي ما كيصوبهاش الشمال هي كيتبحر فيه ويخدم صافي عام عامين تلقاه كيعطيك زخارف اللي انما خصو ياخذ هي القواعد والاعراف هذا هو الاساس اذا بما اننا تكلمنا على القسمه نهضروا شنو هي القسمه والمفهوم ديال القسمه في العرف الحرفي اذا القسمه هي الصقر هذا الصقر هذا التالي ديال الزواقه التالي هذا معروف عند النقاش كيقول لك اي زواق كيقول لك الزقاق زمان كانوا ما كيبغيوش يبلغوا بعض المعارف ما كيجيش يقول صناعي وراه قسمه هي الزقاق كيسكت باش ما يعلموش يبقى هو دائما فايت كراد يعني الا تقدم معاك يقول لك صافي اذا ملي كنقولوا القسمه راه هي الزقاق وكيفاش كنصوبوا الكاخر اولا كيفاش كنحسبوه انا نعطي بعض مثال عندنا واحد الزخرفة أولا واحد المساحة لقينا فيها كاغيط مصور مسطر المساحة ديالو 70 سنتيم وهذا الزقاق هذا اللي هو القسمة هذا الزقاق كنمشيو كنعبروه لقينا فيه 10 سنتيم إذا 70 سنتيم إلا قسمناها على 10 سنتيم شحال عطاتني من القسمة؟ عطاتني 7 إذا كنقول القسمة ديال هاد الكاغي على 7 اذا الا بغيت نصور كاغي فيه 20 سنتيم خصني داك ال 20 سنتيم نقسمها على 7 شحال ما خرج لي في داك القياس هذاك هو الزقاق اللي خصني نخدم به السلطه اللي كنخدم بهم مكونات الصخره اذا القاعده كلها بسيطه جدا وتلقى الراجل 20 عام 30 عام وما فاهمهاش وما كيبغيش يفسر والو اذا هذا هو المفهوم ديال القسمه بصفه عامه إذا من بناء على هاد القسمة اللي كنتكلمو عليها عندنا زخارف اللي كيتصوبوا بقسمتين حقيقية وأصلية إذا كانت عندي هاد الكاغي قسمته جيت هاد الزواقة لقيتها مصوبة وعبرت هاد المساحة ديالو وقسمتها على العدد عطاتني مثلا 40 راه إلا درت 40 زايدة شوية او ناقصه شويه راه الزواقه غادي تخرج كاع جوج ولا ما تخرجش اذا كاين عندنا زخارف واغلبها الزخارف الكبرى كتسطر بالقسمه ديالها الاصليه ما يمكنلكش تزيد او تنقص بعد شي واحد كيسطر كاغيط كيخرج له عوج او زيد او ناقص الزواقه كاينه ولكن علاش خرج له عوج لان ماشي القسمه ديالها الاصليه هي هادي خصو يبحث ويشوف واش ينقص قسمه او لا يجي القسمه واش هو قسم نص قسمه ولا اربع قسمه اذا كتلقى القسمه الحقيقيه ديالو مغلوطه كيخصو يصحها باش يعطيك غير مزيان او زواقه مزيان الزخارف الصغرى يمكن زياده او نقصان في قسمتين عندنا مثلا كاغيطه يتقسم على اربعه باربعه القسمات يتقسم باربعه القسمات يمكن دير خمسه القسمات ويخرج لك يمكن يخرج انما في كيكون الاختلاف هذا صف طويل هذه شي حاجه طويله مجبده اذا هنا ولكن خارج الزخرفه وخارج الزوار اذا الزخارف الكبرى يمكننا نزيدو في القسمه ديالها ونقصو فيها ما عندناش مشكل كذلك هنا عندنا زخارف لا يمكن استخراجها بالخطيب في مساحات صغيره عندنا الفرضاوي وعندنا بالخطيب عندنا بعض الزخارف اللي كتكون متشبكه في الفرضاوية اللي تخرجك مزيان ولكن في الخطيب إذا الخطيب إلا كبرتيه أكثر من القياس بحال دابا خصك مثلا دير فيه 7 المينيم تدرتي فيه 9 المينيم الكاغيط أي تركز غادي يولي إذا هنا خصوص بمعنى التسطير عنده خصوصيات وقواعد مضبوطة ومحسوبة كل زخرفة
عندها خصوصيات ما يمكنلكش تكون هذه الزواقه خاصها تكون بحال الاخرى. اللي هذوك الناس اللي كيقول لك لا 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 هذه هي اللي كاينه راه ما مبحرش وما عارفش وما فاهمش. وغادي نعطينا بعض الامثله. هنا هذا كغيط عندنا في الضرب هذا وهذا بالقطيل. لاحظ معايا هذا البليس هذي هنا القطيل الا زدنا كبرناه غير بنص سنتيم يولي هذا القطيل كيضرب لي في هذا القطيل. اذا الا كبر كيكبر في هذه المساحه. يمكن لك ما يمكنلكش تزيد تكبره تصغره ما تكبروش. الا كبرتيه يولي خطيب داخل الخطيب والزواقه داخله في الزواقه. هذا باش كنعطي دابا انا بعض القواعد الاساسيه. الحضور الكرام، التصدير عنده واحد الرموز اساسي. هذا الرموز حاول تستخرجها من اجل تسهيل عمليه الرسم ديالو او التصدير ديالو لكل من يشتغل في التصدير سواء على الحاسوب او بالطريقه التقليديه على الورق. انه دائما في التصدير عندنا واحد الشبكه هندسيه اللي كيمكن تخربق بنادم. راه المعلم تلقى خدام ولا ما كانش مركز مزيان راه كيمكن له يوصل 80% في الخدمه ويسمح فيه ويمشي بحالو ولا غادي عاد يولي يكمل وسواش يكمل هذاك ويعاود واحد اخر. اذا هذه العمليه شنو الاسباب ديالها؟ هو داك كثره الخيوط. وهذوك الخيوط عندنا فيهم واحد المجموعه من التسميات اللي كنسميوه الزقاقات، كنسميوه النواه، الشمار، الوعار، المرعواح، واحد المجموعه ديال التسميات ديال المكونات ديال التسطير. اذا هذه العمليه باش كنتحكموا في الاستخراج ديال داك التسطير كنديروا واحد الرموز. هذه الرموز شنو هي؟ اولا استعملت واحد النقاط ملونه وخطوط ملونه باش نسهل العمليه وهي اللي نوضح الان. نعطي مثال. النقطه يعني النقطه باللون الاصفر ها هي اللي كنشوفوها هنا. فين كتكون؟ في المركز ديال الناعورات سواء الناعوره الكبيره او الناعوره الصغيره. هذه النقطه الصفراء قبل ما كتكون عندي الناعوره كيكون عندي خط ولا جوج ولا اربعه ولا سته. اذا ملي كنديرها بالنقطه الصفراء كنديرها بالصفر وكنحطو بالصفر. انا ملي كنكون كنسطر كيكون كيبان لي فين ما بانت النقطه الصفراء كنعرف راه تما ناعوره. اذا كتسهل لي العمليه ما بقاش كنقلب فين هي الناعوره وكنبقى كنشاد داك الشيء كيقص لي المنظر وكينزفني. اذا وهذاك المركز في العرف الحرفي هو اللي كانوا كيسميوه اليم الكبيره. كانوا زمان ما كانوش معاك في المركز او في الصدر كيقول لك وسير اليماوت. دابا مازال كتقال عندنا في الوراجات كتقول لك وسير اليم، اليم الكبيره واليم الصغيره. اذا هذا الشيء اللي نعرفوا في هذا. اذا اليم الكبيره هو هذا المركز اللي درنا له النقطه الصفراء. كاين النقطه باللون الازرق وسط الزقاق هي هذه اللي هنا. لاحظ معايا فين جات في الوسط ديال الزقاق. ها هي في الوسط ديال الزقاق ولكن ماشي غير في الوسط الزقاق وصافي. في الوسط الزقاق وفي الشكل ديال المناطق في الرون بوان هذه كتسمى يم المناطق. كيقولوا المناطق فين كتطلق الخطوط. حتى ملي كيكون المعلم كيسطر وكيدير هاد النقاط مجرد ما كيحط النقطه الصفراء والنقطه الزرقاء ويبدا يسطر الا ما جاوهش داك الخطوط في النقطه الزرقاء مقادين كيعرف كاين فين المشكل. اذا ما كيضيعش الوقت كيبحث على القسمه الحقيقيه. هادو نقاط وقواعد اساسيه كيتعامل بها السيد اللي كيسطر. النقطه باللون الاحمر هي كتكون في مؤخره الزقاق. اذا الدور ديالها كتضبط لي التشميره. كنقولوا التشميره كيفاش كنصيفط هذا الخط مع هذا الخط باش كيعطيني كيجمع لي واحد النواعرات معينين او واحد الزخرفه اخرى معينه واللي كتسمى يم الملاقه. اذا ملي كنقولوا اليم 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 هذوك هما اللي كيحددوا لي الزواقه واش مضبوطه القسمه ديالها واش هادشينا مقاده او لا فيها وجه. اذا كذلك دابا خرجنا من نقطه ندخلوا الخطوط. عندنا الخط الاحمر كنسطرو وسط الزقاق. فين ما كان عندي الزقاق
كنضربو باللون الاحمر. اذا ملي كنضرب اللون الاحمر، اللون الاحمر قسمت النعره غادي نخرج 32 كنمشي للسخاق ديالو كنضربو بالاحمر. اذا ملي كنسطرو بالاحمر دائما فين ما كنشوف الاحمر كنفهم ان هذاك السقاق خصني نسطر قتاب من هنا ولا نسطر قتاب من هنا. اذا هذه العمليه ديال الرموز والالوان تتسهل العمليه ديال الصوت كتحكم العمليه ديالو. اللون الاخضر كنديروه بين السقاقات، هو ما بين السقاق والسقاق ما بين الخط الاحمر والخط الاحمر كنسطرو. هذاك عاود كيضبط لي النعره باش ما كتجيش عوجه، وكيجيوني الشويكات وكيجيوني الفريمات متقدمه باش كيعطيني جوده عاليه. اما اللون الاسود هو اللي كنخرج به الفرم وكنوسع به. اذا هذه رموز اساسيه اللي خاص الصانع او نبات الخطاط يتعامل بهم باش كيسهل عليه العمليه ديال التسطير. وهذو بعض النماذج ديال الرموز سواء قبيله في 24 هذا في 16، هذو رموز اخرى كتكون عندنا. ويمكن للانسان في الكواغر يتعامل حتى بالارقام اللي كيسطر. عندي مثلا هاد الخطه اللي ناخذو مثالي ديال هاد النعره وهذه نلاقيها مع اليم الصغيره، كندير رقم واحد يتلقى مع رقم واحد، رقم جوج مع رقم ثلاثه، باش كتكون كتسهل ملي كتبوانتي عمر عمر الارقام. اذا هذه كل الجهات اللي كتعطيك سهوله وتسلسل في استخراج ديال داك الصخره. اذا هادو نماذج. الحضور الكرام، اذا كان لكل مجتمع عائلته او في عائلات فكذلك في التسطير فتا هو كيتميز بعائلات واسر. اذا ما هما العائلات والاسر ديال التسطير؟ ملي كنقولوا المسدس 12 24 48 كنضربوا هذه كتسمى عائله. ملي كنقولوا المربع المتبن 16 32 64 حنا كنضربوا هذه كتسمى عائله اخرى. بحال كنقولوا هذه العائله تشلوح هذه العائله الفاس. وعندنا عائله اخرى اللي هي المخمس والمعشر العشريني والربعيني حنا كنضربوا هذه عاود عائله اخرى. ولكن حنا في المغرب هذو المعشر والعشريني ما كنصوبوش بزاف. اختاريت في الشهاده ديالي والبحث ديالي درتو من ضمن الابداعات، لان حنا في المغرب ما كنتعاملوش لان عنده خصوصيات وما كنشتغلوش فيه بزاف. اذا حنا في المغرب كنركزو على جوج عائلات اساسيه، والعائله الثالثه هي الابداع. عندنا عائله ثالثه ولكن حنا هذه عائله الابداع ما سمحناش في المخمس والمعشر دخلنا معاها في الابداع. هو اللي غادي يجيبو في السياق غادي نوضحو. اذا ملي كان الى خدينا جوج ناشح وجوجناه بغربيه، جبنا شي وحده من اوروبا جوجناه بها، كيستمروا في الحياه. ولكن ذاك الحياه كتلقى فيها بعض العيوب، لان هذيك الثقافه وهذا الثقافه، ولكن هنا مستمرين وذاك العيوب كتكون بسيطه. اذا كتكون الحياه قابله كذلك الزخرفه ديال التسطير. ملي كنديروا زخرفة ديال المسدس مع 12 مع 24 مع 48 فالزخرفة أو داك التسطير كيخرج لنا سالي من العيوب والزواقة مضبوطة بقواعد الحرفية. ملي كنديرو المتمن مع 16 مع 32 مع 64 كتخرج لنا الزواقة ديال داك التسطير أو داك الزخرفة سالمة من العيوب الحرفية. ولكن ملي كنجوجو العائلة ديال المسدس مع العائلة ديال المتمن أولا دخلنا الإبداعات خلطنا كتلقى الزواقة جميلة وفيها بعض العيوب. إذا ملي كتكون الزخرفة العامة جميلة رغم ما كتكون داك العيوب فكتكون قابلة للحضور الزخرفي في البناء. هادشي ماشي أنا اللي درتو، ماشي أنا اللي كنقولو، هادو دارو الأجداد ديالنا وخدموا في الأجداد ديالنا تنجسد في التراث وفي التاريخ باش اللي كيهضر شي هضره خصو يفهم ويقرا التاريخ ويعرف شنو هما ما هو العيوب وما هي الحاجه اللي مقبوله. الانسان خصو هذه الامور يفهم. وانا شخصيا بحكم تجربتي المهنيه
حاولت نشاهد هذيك العيوب اللي لقيت في ذاك الصغر اللي نصلحها ما استطعتش، وصعيب لان اللي وصلوا له دوك الناس في الابتكار وفي القمه والاجتهاد كنظن نتمنى على الله يجي شي جيل اللي يدير احسن منهم. اما بالنسبه للاجتهاد ديالنا حنا لقيناهم انهم وصلوا للقمه ديال الابداع، وراه راك بعض المرات كيطلق شي صخروفات في وسط التواصل الاجتماعي على فيسبوك وكيجي كتلقى النقاد موجودين لا هذه عيبه ملي كينوضوا ويصلوا شي كاع غير كيدير كفز منه كنحشموا قال له هذاك الشيء راه كنحشموا نظرا للسن ديالو ولا نظرا هذا كتقول ما عندناش الله يعوض. اذا فالتصطير له عائلات واسر، هنا صنف ديال المسدس، هنا غادي نوضح عندنا نعورة هنا صغيرة ونعورة في قلبها ونعورة في قلبها، وإلا لاحظنا مزيان اش كنجبرو هاد الصفر راه ما ملاقيش مع هاد الصفر. إذا هذا في الأصل حنا كنقولو هاد الزوقة زوينة وهادشي راه دارو الأجداد ماشي حنا وكنلقاو في التراث، ولكن راه خرجو على القاعدة وما راه مابقاش القاعدة، راه حنا كنعرفو أن ملي كتالي الصفر كيتشد هما هما حلو. هذا ما كيبين لك أنه راه تصير فيه الجهاد، لأن خصنا نلعبو على النظرة العامة بالدرجة الأولى عاد كندخلو القواعد الحرفية نحافظو عليها ونبلغوها ونسقلوها وما نخليوهاش تضيع، ولكن ما نديروها شي كأنها قرآن منزل عن بعض الناس. إذا الإبداع فهو بحر والإبداع ما عندوش حدود، وهنا كنشوفو بعض الفرق كيمكن في الزواقة كتلقاها زوينة وكتلقى فيها بعض العيوب. إذا هذا نموذج ديال المتمن ب 16 مثلا، هنا الصنف ديال المعشر أو الإبداعات، وهنا المعشر عنده خصوصيات ديالو. المعشر كيكون عنده إلا جوج ديال الزقاقيط، واحد من الفوق وواحد من التحت، والفضاءات اللي يمكن يشتغل فيها بدون عيوب، إما خص الفضاء يكون دائري أو مربع أو يكون مقسوم على 10 ولا على 5 باش يمكن له يتلقى. إذا هنا عنده خصوصيات عن العرب باش كيعطيك الجمالية. ولهذا المغاربة بما أنهم كيهتموا بالقواعد وكيحافظوا عليها كانوا كيبعدوا منه باش ما يطيحوش، خدموه ولكن الفضاءات اللي كيكون بحال هذا الشكل سواء دائرية أو مربعة باش يمكن له يعطيه في الحساب وداك الشيء مزيان. الآن غادي ندخلوا في الأعراف اللي كنقولوا هذه العيوب الحرفية. ملي كندخلوا في صنف الإبداعات هنا كنلاحظوا هذا 72 أو زخرفات أخرى، كنوجدوا الزخرفة بصفة عامة كترتي كتجبد داك، ولكن ملي كنمشيو بعض الفرن أو بعض الملاقيات بحال دابا هنايا كنلقاو الخطيب ضرب في النص ديالو وتعوج القاعدة حافظ عليها، ولكن العويجة ديال بعض شي فرنات شكون اللي كيعرف هاد الأمور؟ كيعرفها المعلم اللي تقني، ولكن ملي كتحط الزخرفة وتحطها في أي مكان كتسحب جميع النظر. إذا هنا كتكون مقبولة وكتعتبر قابلة للاستعمال والجمال. هنا كنشوفوا هاد الزواقة هادي مثلا 12 مع المتمن، الزواقة زوينة معورة خارجة زوينة وهادي معورة زوينة، ولكن جينا لهاد القنيدلات هادو وما خرجوناش متقدم. إذا هادشي هذا راه ماشي أنا اللي درتو، هادشي راه داروه الأجداد ديالنا، هادشي راه كاين في التراث، هادشي راه كاين في الأندلس كاين في المغرب، كاين المآثر التاريخية اللي عندها سنين وأعوام وهادشي كاين. واللي مثلا مشى الأمور خصو يدير جولة على المآثر التاريخية ويدير بحث ديالو الشخصي عاد يعرفنا اش كنقول. أما اللي يحفظ جوج كلمات ويبقى كي يسرح بهم ويبغي يبلغ للناس أفكار خاطئة للشباب الجديد فهذا راه حرام. هنا هذه بعض العيوب الحرفية كذلك اللي كتكون مقبولة، ها هو دانا نعورة صحيحة ونعورة هنا صحيحة، ولكن ها هو شوف هذا القنيد اللي كيخرج، شو هذا كيخرج؟ إذا واخا كيخرجوا عيوج ولكن الفرم العامي للكبار كيكونوا
مزيانين قابلين للنظره فكتكون قبوله. هنا واحد النموذج انا طحت فيه في التراث، هاد الزواق هذه ديال هاد الكريب، الزقاق اللي عندنا معروف كنمشيو به دائما طويل القادم. شو الفرمه ديالو هنايا؟ الزقاق كيفاش عوج الفرمه ديالو؟ فعاود غادي يمشي هذا خطي طويل في التشيعه، جانا لهنا وتقلب. وهذا الشيء موجود في التراث صبور المعلمين ديالنا، والزواق كتبان لك ترتي، وهذا الشيء ما كيفهمو الا المعلم اللي كيكون كيحضر القواعد بشكل كبير. إذن هذه باش ما نطولش عليكم، هذه إذن كاين هنا عيوب حرفية اللي كتكون مقبولة. إذن اللي كتكون الزواق عندنا العامة بشكل كبير فكتكون مقبولة وجميلة وحاضرة. هذه الزخرفة هنايا عندي تاريخ معها ديال 36، وأنا شخصيا كنت خدام على 32 وطحت، وطحت ملي كنت كنصوب المؤلف ديال التسطير. هاد الزخرفة هادي ما مشيتش أنا نصوب 32، والله ما عندي العلم عليها، خدام على الكواغط ديال 32. كيف وقع لي؟ كيفاش؟ ما عرفتش. صوبت أنا واحد المجموعة ديال 32 صوب، هذا منين بديت كنعزل بعد ما صوبت واحد 60 ولا 70 زخرفة ديال 32، عزلت بعض الزخارف ديال 32 أنا نديرها في الكتاب، من ضمنهم هذه على أساس 32 مقيدة عليها 32. شديت شي خدمة، بديت كنشوف شنو هي القسمة اللي تجيني، جاني هاد القسمة هادي، درت القسمة ديال 32 للسواق الفاضل. ملي عطيتها الصناعة باش يخدم عليها قال لك المعلم قال لي راه ماشي 32 راه 36 ما يمكنش. ملي دخلت لقيتها 36، يعني بديت كنشوف، تفاجأت أنا شخصيا كيفاش طلعت هاد الزواق وهاد الزخرفة. فهذا استخراج، هذا لا يعني أننا حنا استخرجنا شي حاجة حنا اللي صنعناها، راه الفرما والقطيب والنعورة وهادشي راه صوبوا الأجداد ديالنا، نحن نستخرج. داك الاستخراج إما كيكون على اجتهاد أو أنصوفة، أنا اللي جيت بها على أنصوفة. وكانت أول زخرفة كتخرج ديك الساعة ديال الاستخراج ديال 36. هذه عيوب حرفية مقبولة كما كنقولوا، كنشوفوا بعض الزواق هي اللي زوينة، وكتلقى بعض العيوب اللي كتكون حرفية مقبولة كما قلنا هنايا. أنت كتشوف هاد النعورة هادي سقطوها على مراكش وداروا الأجداد ديالنا وشافوا فيه. عندنا في التسطير ما عندناش غير الزخرفة اللي كتكون عندنا مربعة أو دائرية، بل عندنا حتى المستطيل واللي كيتسمى المستل، اللي كيتسمى المستل أو المستطيل. وكانوا كيشتغلوا بهذا النوع هذا بزاف في البيبان البلديه، الشبك ديالهم كان كيصوب الكاغير محسوب على قد الشبكه، وهذا نوع اللي كيتسمى المستل او المستطيل. كذلك في ضمن الابداعات كيمكن يكون عندنا فضاء ديال هذه القاعه، ويمكن لي غادي يمشي ازار واحد ولكن خدمه واحده تشميره واحده، ولكن كل نهار يمكن لي نبدع ونخرجها في شكل. وهذه بعض الامثله كتلقى هاد النعره هادي راه ماشي هي هادي، ولكن المكونات كلها بحال بحال، هادي نعره في شكل وهادي نعره في شكل. اذن هادو بعض الابداعات اللي كيكونوا في التسطير. كذلك انا نموذج ديال التسطير كيمكن لي نبدع كنصوب هذا كنغيط في هذا الشكل وهذا كنعاود كنخرجو بشكل، بمعنى التسطير فيه اجتهادات فيه استخراجات كتنوع كتختار من معلم لمعلم من هنا من هنا من تخصص لتخصص. كل معلم كيشوف الاستخراج ديالو، وما يمكنليش انا كنستخرج واحد الكاغيط ونجي نقول لك لا انا هذا ديالي هو اللي كاين خصك دير بحال هذا، كيتسمى مرض نفسي. فكل واحد عنده حريه الاختيار وحريه الاستخراج. الاعراف الحرفيه لفن التسطير، عندنا بعض الاعراف اللي كنقولوا القطع والمقطوع. فالقطع والمقطع هو بحال اللي كتقطع شي رون بوان، مره كندوز انا مره كدوز انت، ونمشيو في الديمقراطيه ما يمكنلكش شي انا ندوز جوج مرات انت تدوز مره، انا جلست هنا انت عاود تسقى. اذا كذلك مشيت انا منها راه قطع ومقطع كيعرفوا الحرفيين. اذا حنا ماشي في موضوع تكويني، وانما موضوع كنقدمو بين الاعراف اللي القطع الحرفي راه كيفهم ليش كنقول. اذا القطع والمقطع عندنا من ضمن الاعراف الاساسيه
ولكن كاين بعض المعلمين اللي كيصوبوا حرائع وكنقولوا بداك اللغه ديال غلط الخطا مقطع وركزوا بعض المصطلحات، وكتلقى بعض داك كيجيو معلمين اخرين رغم كتكون داك اللغه رائعه كتبقاو يعيبوا عليه على داك الحركه. انا كنقول لا، خصنا نشجعوا ونمدحوا لان اللوحه دايره رائعه، وداك القاعده ما دين فما الا المعلم. وباش نحافظوا على القواعد عوض ما نقول له لا ونطيح به ونخاف، نقول له لا اجاكي كتصور باش مره اخرى يدير لي لوحه احسن منها، وغادي يكون بلغت المعرفه. حنا عندنا بعض شي ناس الله يهديهم ما كيدير حتى حاجه، وحافظ هو القواعد او حافظ الربع فيها، وحط دير بحال شي كلاشينكوف شي مسدس في يديه بحال اللي قالوا الناس نلحقوا هيك حتى شي واحد طرح انت درتي كيولي داك المعلم او داك الصانع او داك المتعلم كي هيك كيولي كيخجل يبدع كاع ولي هي لا خصنا نشاهدوا ولي عندي شي خطا نحاول نبلغوا بطريقه نطوق، لان داك القواعد كتزيد الجماليه فقط، راه تزيد الجماليه فقط. اما اللوحه واخا مركوزه على لوحه راه منقوشه وراه مطبوعه وراه مزوقه، اذا حنا باش نحافظوا على القواعد خصنا طريقه التبليغ ونبلغوا بالاداب والاخلاق. اذا الخطا مقطع موجود تصدر بشتى انواعه. عندنا قاعده اخرى اللي هي الزقاق او الطره. حنا في التصدير المغربي ضروري وعندنا قاعده في كل فضاء كيخصنا نديروا هذا الزقاق هذا صاير داير من الرضعه ديال القنوت. يعني الا ما تنديرش من الرضعه ديال القنوت وجيت نقطع القطع الحرفي كنسميو عيب، فكل ما شاهدنا وخرجنا الزقاق كيكون احسن، كاينه طرق ديال الاستخراج ديالو. اذا هنا الزقاق فكنلقاو عند الزليجي عند القباص عند جميع الناس اللي تعاملت بعض الصغير. اذا هادو من القواعد الاساسيه. كاين عندنا بعض الفضاءات اللي كيمكن كنقولوا فيها الزياده ديال الزقاق صوب الزواقه، اللي كتبقى واحد 20 سنتيم ولا 15 في العرف الحرفي كيقولوا كنزيدها زقاق. علاش؟ باش ما يديرش الزواقه ويقطعها يزبرها. اجتهدوا كيقول لك نزيدها صقيق، وهنا كنشوف بعض المثال. ها هو هذه زواقه من التراث، هو بقى غير طرح حدو هنا، ولكن ذاك المعلم فضل يزيد زقاق اخر وردوا زواقه زاد لاصقه. وهنا كنشوفوا طرف ديال الخشب باش يكمل المساحه ديالو زادو زقاق، ها هو زقاق هنايا. كيمكن يتزادو زوج زقاقات، زاد زقاق الاول هنا وزاد زقاق الثاني هنا باش كمل المساحه. هذا الشهاد ديال المعلمين. ولكن راه بعض شي مرات كتخدم في شي فضاء كيجيبو عندك كيقول لك لا الزقاق ما عجبنيش اخويا انا قلب لي الناعوره وقطعها. اذا ولا هنايا المهندس كيحكم هو وزابو، انا هو اللي طلب. اذا ما جيتش نقول له لا انا يا راه منزل القران ديروا لي هكا. اذا حنا كنديروا الفن كنديروا الابداع كنحافظوا كنبلغوا، ولكن بالتالي كتبقى لو شوا لان كيقول لك الزبون مالي. اذا الزبون اللي كيقول لك دير لي شي حاجه خصك ديرها. كذلك عندنا زياده ديال الزقاقين او ثلاثه زقاقات يمكن لا تكون. اذا هادو هنا كنبينوا القواعد وكنبينوا الواقع وكنبينوا الابداع، وكيبقى كل واحد له الاختيار. غير ما يجي شي واحد فكره عنده يبغي يفرض على كل شيء لا. عندنا واحد العرف اللي كنسميوه التغيير. هنا التغييرات كتلقاهم في الفيسبوك ولا في شي قهوه، كتلقى المعلمين حافظين جوج ديال الكلمات الموضوع قباله فضيحه، ولا جيتي تناقش معاه تحصل التغييرة. كاين الحالات اللي يمكننا نشاهدو وما تكونش متفقين، كاين الفضاء والحالات اللي يمكننا نشاهدو وما نخرجوش التغييرة. التغييرة هي كتكون زواقة كنبداها من هنا وكنبدا من هنا وكتطلق كيما جات في الناقد بحال اللي كنشوفو هاد العملية هادي اللي كنعتبروها حنا غير مقبولة. وهنايا هاهي تغييرة ولكن مقبولة. علاش؟ كاين اللي يقول لك هذا تناقض،
ولكن عندنا في الفضاءات الزخرفيه كاين اللي مفروض عليك في الكزاوات في القبب، لانك تكون في مساحه اللي طرعاويه كتصغر في مساحه اخرى، او لا كتكون غاديه 12 وكتجي كتردى 12. اذا هاد 12 الكزو اللي فيه 70 سنتيم ولا 80 في الواحد في الكزو او لا 100 في الضو، ولكن الا بغيت نجيبو محسوب امكاني نجيبو محسوب الذي يهضر معايا باللغه ديال التسطير والحساب جاي من وريكي كيتحسب، ولكن تعاود 70 سنتيم تولي لي 20 سنتيم اذا غير مكبول الديكور والزخرفه. اذا حنا نتعامل مع الديكور ومع الزخرفه في ان واحد، اذا كتعطي النظره جميله للتراث ديالي بالدرجه الاولى، وبالدرجه الثانيه المحافظه على التراث والقواعد ديالو. اذا دائما هاد الجوج الخصوصيات خصهم يكونوا حاضرين عند المعلم او عند الباحث او عند المهندس. وهذا نموذج ديال الكزاوات، كنشوفوا هنايا السقف رائع وكبير، والكزاوات ديالو كيكون فيهم التغييرات ها هو البلد. اذا مفروضه هنا في بعض البساطات او البراشل البساطات ديالهم كتكون مفروضه عليك التغييرات، لان الطريقه ديال التسطير باش تعوض داك العقدات تفرضات عليك، او لا خصك دير معرفة تزبرها عاود من كنتاخر صلحتيها من هنا غادي تعوج من هنا. اذا هنا كل معلم له الاختيار، هذا فضل يدير هذه، واحد اخر يمكن ما يديرهاش يدير حاجه اخرى. اذا اللي كنقول ان اللي اجتهد واستطاع يخرج خدمه بدون عيوب فذاك جيد، واللي ما استطاعش تسرد عليه فلا حول له ولا قوه. اذا ما نقولوا شيء هذاك راه ما كيعرفش او ما كيفهمش. عندنا عيوب حرفيه في المغرب اللي كنسميوها المزبور، وهنا كنشوفوا امامنا زواقه غاديه مزيانه وتقطعت ما بقاش المعوره باينه، هنا زواقه جات وتقطعت، هنا عاود كذلك جات وتقطعت. اذا هذه في العرف الحرفي المغربي كنسميوها مزبوره، ولكن في دول اخرى عندهم عاديه كيقول لك لا راه كتشوف الزواقه صافي. وهادشي طحنا فيه في قصور وتلاقينا مع بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، كيقول لك العاديه تلقى مع مهندس كيقول لك عاديه، كاين مهندس كيقول لك اجي بدل الزواقه من نفسي انت كتطلق. انا بالنسبه لي نعتبرها دخلت في الحيط شو على ثقافة. إذا حنا بالنسبة لنا هذه كنسميوها مزبور، كل ما حاولنا نتجنبوها في الأعراف ديالنا كان أفضل وكان أحسن. هنا كذلك عاود عندنا كلمة المركوز، فالمركوز هو اللي كيدخل في إطار القطع والقطار، كتجي بحال دابا مشاو لنا هنا جوج قطبان ولا لنا هي قطيب، وعوض ما يمشي لنا هذا بحال هاد الطريف هذا تقطع هنا خصو يقطع تقطع من هنا ومن هنا. إذا المركوز بحال هذا عاود من هنايا ها هو مقطوع من هنا ومقطوع من هنا. إذا هذه العملية هذه كتسمى الركيز. إذا هذا الركيز عندنا عيوب تاهي حرفية. الحضور الكرام ربما طولت عليكم، إذا الآن غادي نتكلموا فيما يخص التسمية. كل نوع ديال التسطير رغم التعدد ديالو رغم الاستخراجات ديالو المتطورة، فالمعلمين الله يرحمهم عطاو لكل زخرفة أو لكل زخرفة عطاو اسم ديالها. ولكن هاد التسمية كيفاش جات؟ كتعتمد وكترتكز على واحد المحطة أساسية. قبل ما نوصلو للمحطة الأساسية، علاش التسمية خصها تكون عند كل كاغر؟ كاين يقول لك انا ما عنديش تسميه، ولكن التسميه هي الدور ديالها اولا كتحافظ لنا على ذاك المنطوق الشفوي المغربي، لان فيه حضاره فيه تاريخ فيه اعراف فيه، لان ذوك الكلمات كيجيو من عمق التراث المغربي. ثالثا كنضمنوا الاستمراريه ديال الزخرفه. رابعا تتسهل عمليه التواصل ما بين المعلم والصنايعي داخل المرشاة الناس دابو، ملي كنقول صناعي سير جيب لي كاغيط الفلاني كيمشي مباشرة كيفهمو كيجيبو من وسط 40 50 60 كاغيط. إذا التسمية قديما كانت تتلقن هي والحين تتلقن بطرق شفوية من معلم المتعلم الصناعي من أجل كما قلنا التواصل بين الحرفي. التسمية تختلف من بلدي لآخر،
التسميه تختلف من بلد لاخر، كيمكن ولكن ملي كنقولوا المغرب راه المغرب راه موحد في السميات، باش ما نقولوا شي فاس سميتها مرات وحده، حنا راه تراث واحد الثقافه وحده مع المين وحده، يعني راه دراسه يمكن يكون شي اختلاف بسيط جزئي، اما الجوهر العام فهو مغاربه مدرسه وحده. توثيق التسميه يحميها من الضياع والاندثار، الا وثقناها ودونناها وحافظنا عليها وبلغناها كتبقى دائما مستمره ما كتموتش، رغم التعدد ديال داك الصخاريف والتشابه ديالهم كنوجدوا كل كاريك عنده اسم، يمكن نعطيك 20 كاريك، لان كل كاريك راه بوحدو وكل واحد عنده سميتو، وهذه يقتضي الانسان كيفاش كان كيتسمى. التسميه تولدت في المغرب من عمق الحضاره والثقافه الاسلاميه المغربيه، كاين كلمات اللي جاو مع الاندلس حافظنا عليها، وكاين شي حويجات اللي تزادوا وتعوضوا ولا هما الاساسيين. ترتكز التسميه اللي تكلمت عليها على سبعه ديال المحطات الاساسيه هما اللي نشوفوا. اذا اولا كان تقديم اسم الصخافه كامله للتعريفيه، كنقولوا كغادي مسدس، اذا في المبنى هاد النعره هادي ملي كنقول مسدس كنحسب النعره الوسط، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذا هذا مسدس، إذا هذا كيتسمى التعريف العام كل اللي كل عندي منه 100، جمع لي 20 مسدس بوحدو، جمع لي مسمن بوحدو، أرانا 16 بوحدو، إذا التعريف العام كنحدد واش مربع واش 16 واش 24، إذا هذا التعريف العام. ثانيا تتكون التسمية بعدد الصفوطة، باش كنعرف السمية كنمشي نحسب الصفوطة شحال، عندي ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، تا كنكمل النعرة 24 24 26 26 96 96 ماشي 100. إذا شحال ما كان عندي في النعرة تركيز على نحسب عدد النعرات في التسمية ديالو. التركيز على التسمية بداية من النعرة الكبرى إلى المتوسطة إلى الصغرى، عندي 64 وعندي معاه 32 ومعاه 16، والمتمن ما كنقولش المتمن ب 32 ب 16 لا، كنبدا بالنعرة الكبرى 64 ب 32 ب 16 بالمتمن. إذا دائما التسمية كتبدا بالنعرة الكبيرة اللي تكتمنها اللي تكتمنها اللي تكتمنها. إذا التركيز على التسمية بداية من النعرة الكبرى إلى المتوسطة إلى الأصغر. رابعا ملي كيكون عندنا المطوى، المطوى هي هذي راه كيعرفوها الحرفي هي هذي، التركيز على تسمية المطوى 32 بالمطوى ب 16 ب 24 64 بالمطوى، إلا كانت المطوى تذكر كاين الحالات اللي ما كتذكرش حنا جايبينهم، إذا عندنا كاغيط فيه نواع المطوى، إذا المطوى غادي تذكر. خامسا عندنا التركيز بالمراوح، هما هادو المراوح هو هادو، هادو كيتسماو المراوح، إذا 24 بالمراوح 16 بالمراوح 12 بالمراوح، إذا كلمات المروح دائما كنذكروها وكننطقوها وكتكون أساسية. الاعتماد كذلك على اسم الفرمة المتميزة من داخل الصخرة، عندي 10 القوى كيتشابهوا، هذه مبدلة في النعورة وهذه مبدلة في الشميرة وهذه مبدلة هنا، إذا ولات عندي واحد الفرمة متميزة، هذا في الفرمة عاديين كنجي كنقول هذا 16 بالمياجر، هذا 16 مثلا بالمطاط، هذا 16 بالقنديل، هذا 16 باسم اخر، اذا نحط 20 كاريت كل واحد عنده التسميه ديالو بناء على هذيك الفرمه المتميزه ديالو. سابعا
مرة بالفرد ومرة بالجهل. عندنا مثلا هذه نفس الزوار، إنما هذه فيها نواعر باينين كلهم، هناك يبانون لي أربعة في القنوت والآخرين مقطعين في النص. إذا كيفاش كتسمي الجهل؟ بحال دابا كنقول مثلا 24 لهذا ب 12 ب 12 يعني 12 كلهم باينين، هنا ما باينينش كلهم، باينين واحد ربع. كنقول 12 24 ب 12 يعني ملي كنمشي للثمن، الثمن ديالو كيبان لي 12 واحد، هنا ملي كنمشي للثمن كيبان لي جوج، وملي كنمشي للعام كيبان لي هنايا وحده وحده فروقين، هنا كتبان لي وحده لاصقه في وحده. إذا كنقول مثلا 32 ب 16 24 ب 12 أولا 16 32 ب 16 أولا 24 مثلا ب 12. إذا مرة بالجهل مرة بالفرد، باش نعجلو لأن قربنا نساليو. المكونات أنواع الفرم، فهي هذا قاموس ديال المكونات ديال أنواع الفرم، كل فرمة عندها اسم ديالها، وهذو المكونات الأساسية ديال الفرم، وكل فرمة عندها التسمية ديالها. هادشي اللي ندوزو بيه عجالة باش نعرفو أن راه ما عندناش شي فرمة اللي ما عندهاش التسمية ديالها، وهادو هما بعد المكونات الأساسية. عندنا هاد الفرم كلهم اللي هضرنا عليهم، هاد التسطير وهاد القاعدة ديال التسطير العامة، قلنا كيخرجوا من المربع من الدائرة المثلثة ديالها، فكنوجدوا الفرم كذلك كلهم كيخرجوا لنا من الخاتم السليمانية، أو لا كنقولوا الخاتم المتمم. إذا أنا بعجالة أنتم كتشوفوا أن كل الخاتم هي هذه الدائرة الأحمر، وهنا هذه الفرمة، هذه هنا فرمة، هاي منين خرجت، وهذه القاعدة درناها في الكتاب باش كيستافدوا منها الطلبة اللي كيخدموا على الحاسوب باش كيتعلم يستخرج الفرمة. إلا بغى يصوب أي كاغيط على الحاسوب ما يخسر والو، كيجبد غير الخاتم ويشوف في التصويرة الفرمة كي دايرة، وكيجبد الأصل ديالها من الخاتم السليمانية نهار القاعدة ويحطها في لورنادور، والفرمة كانت تعيط الفرمة بحال القرص حتى كيوجد لك الكاغيط. يعني الامور سهلت بشكل كبير، انما خاص الانسان يكون كيفهم يخدم على الحاسوب. هادو بعض النماذج، اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا للاخ والصديق أستاذ خالد السايب على هذه المحاضرة القيمة، وكنشكركم على الصبر ديالكم والانتباه ديالكم، وكنتمنى باش يكون واحد النوع ديال التفاعل مع هذا العرض. غادي نفتحوا واحد اللائحة ديال الناس اللي بغوا يتدخلوا باش يكون نقاش وطرح بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع المحاضرة. وبغيت نكرر بانه نخبركم بانه في هذا المعرض غادي نخرجوا بشخصيات كتعلق بقطاع الخشب، باش في التدخلات ديالكم الا كان شي حد عنده شي توصيه اللي كيشوف انها خاصها تكون ضمن التوصيات الكبرى اللي غنخرجوا بها، فكيمكن له يتقدم بها. اذا غنفتح النقاش. عطاه فكره عطوني السميات. السيد الاول راه طلب مني السميه. نعم مجاهد. زايد.
كاين السي علي زيان، السي العلوي، السي الغازي، محمد السمعان، محمد الحق، الاستاذ فكرنا على كيف سميه زين العابدين، عبد المولى، الاستاذ عبد الكنس، نعم بن مشيش، الاستاذ نعم رشيد، شكون اخر سيدي؟ كاين شي حد اخر؟ كاين شي حد اخر بغيت يتدخل؟ غادي باش نربحو الوقت غنفتحو لائحة واحدة، ما غاديش يمكن لي باش نعطي شي حد اخر، باش إذا كان شي حد بغيت يتدخل يتفضل يتدخل. نعم سي أحمد، أحمد الأستاذ سي أيت، أيت العسري، أيت العسري الأستاذ خالد، إذا ما بقى تحت ما يمكن لي يعطي الكلمة لتجي حد اخر تبقي. إذا نعطي لك نعطي الكلمة سي مجاهد. السلام عليكم، مجاهد إدريس من مدينة سكنات. تحية للحضور الكرام جميعا، وتنحية الأستاذ اللي عطانا هذا الدرس هذا اللي أنا بعد استفدت منه شوية، وتنطلب من الجهات المختصة اللي لا كان ممكن هاد الدرس هذا التسجيل ديالو لا كان عندكم توفروه لنا في واحد السيديات ولا في شي حاجة، باش اللي بغى يزيد يتأكد. أنا بعدا باغي نزيد واخا راني كبرت باقي تنتعلم رغم عمري ديالي هكا، ما نكرهش يكون واحد السي دي ولا كتاب نقرا فيه واخا نخلص له الثمن ديالو. والسلام عليكم. شكرا تبارك الله. بالنسبه لهاد المحاضره هذه راه كاينه مباشر في الصفحه ديال غرفه الصناعه التقليديه جهه فاس مكناس في الفيسبوك، غتكتبوا غرفه الصناعه التقليديه جهه فاس مكناس وكديروا جيم باش المحاضرات كلها توصلوا بها، غتلقاو هاد المحاضره كاينه موجوده. هذه الاولى. ثانيا انه المجله العدد المقبل ديال المجله ديال غرفه الصناعه التقليديه غادي يكون فيها ملف على المعرض الدولي للخشب، ومن ضمنها غتكون المحاضره ديال السي خالد السيد. دابا يمكن لك تطلع عليها في الصفحه، راه مباشره الان، دابا مباشره في الصفحه ديال غرفه الصناعه التقليديه جهه فاس مكناس، وغادي ان شاء الله نديروها في الكتاب في المجله المقبله ديال في اطار الملف حول المعرض الدولي للخشب. سي علي زيان، عافاك ديك الاخت مكبر الصوت، واحد البنت عافاك تكلف به، صافي هي مكلف. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لغرفة الصناعة التقليدية جهة فاس مكناس على هذا تنظيم هذا الندوة، تنشكروا السي خالد السايب اللي كنعتبروه يعني مرجعا واستاذ ديالنا يعني في الصناعة التقليدية وخصوصا في الخشب. فالدرس كان ثمين ويعني بإفادات غميسة ويعني عميقة في التراث المغربي الأصيل، لكن أو هذا سؤال يعني لماذا لم تتطرق إلى التأثيرات يعني الحضارية والإثنوغرافية ديال الحضارة المورية والأمازيغية وكذلك التأثير الحضارة اليهودية على هاد الانواع ديال النقوش، ولماذا اقتصرت على يعني في تدخلاتك على الحضاره الاسلاميه، وكذلك يعني حتى هناك اقصاء الدراسات الكولونياليه اللي كانت يعني اللي دارت في بدايه ديال التتميم اللي كانت من 1921 حتى 1948، وهي الدراسات اللي قامت بها يعني الدوله الحاميه من اجل المحافظه على التراث المغربي. فاعتقد على ان يعني النقوش او الخشب بصفه عامه يعني له روافد كثيره، يعني اقتصاص انت يعني في التدخل ديالك اقتصرت على الثقافه الاسلاميه، مع العلم اننا نجد قطع ثمينه يعني من الحضاره اليهوديه المغربيه وكذلك من الحضاره الامازيغيه والموريه، يعني كما تنقولوا التراث فهو تحصيل حاصل لواحد القرون طويله. وشكرا. شكرا شكرا سي علي. سي علوي لا تجي شكراً.
شكرا على الكلمه. اولا في البدايه تنحيي الصناع والحضور الكريم، وتنشكر فضيله الاستاذ المحاضر اللي يعني ترانا بهذا المندوه وعرفنا بفن التسطير على مدى حقب منذ دوله المرابطين الى العلويين. ولكن ما يهمني في هذا التدخل هو انني اعتقد كل اعتقاد شخصيا ان علم التسطير ليس عبثي، وانما هو علم قائم بذاته ليس فن، لان الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون ورتب الكواكب النجوم في السماء رتبها على نحو متوازن وله خصوصيات خاصة. علم التسطير منذ القدم، منذ الحضارة لحضارة اليونان الإغريق، كانوا علم الفلسفة يضم علم الفلك، ومن علم الفلك استمدنا لقوله تعالى في سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، صدق الله العظيم. كما نجد كذلك في بعض الآيات القرآنية أن الله سبحانه وتعالى أعطى بعض الأقسام، قسم لا أقسم بمواقع النجوم، فالعين المجردة لا يمكنها أن ترى النجوم كما نراها، بل النجوم لها مواقع أخرى فهي ليست في موقعها كما نراها. وهذا التسلسل والمجموعة الشمسية ودرب التبان الذي توجد فيه مجموعتنا غني كل بهذه الأشكال، المثلثات والمربعات، وهذه الأشكال استمد منها الإنسان علم التسطير وأصبح فناً قائماً بذاته كما تفضل الأستاذ، يستعمل في الحرف، في الزبس، في الخشب، في النحاس. إلا أن هناك في تدخل السيد الأستاذ هناك بعض الصور التي حالتنا على الحقب الزمنية منذ المرابطين، إلا أنني بصفتي ابن مدينة مكناس وأفتخر بانتماء إلى هذه المدينة التي تدخل هي كذلك في التراث الحضاري الإنساني. وإذا كانت فاس العاصمة الأولى في المغرب والعاصمة العلمية وكانت دائما تحتل العاصمة، كانت مكناس دائما دار الوزارة، وفي عهد الدولة العلوية وبالضبط في عهد السلطان مولاي إسماعيل عرف فن الخشب ازدهارا واسعا، بما أن السلطان مولاي إسماعيل كان يهتم بترميم الأولياء، ومكناس معروفة إذا كانوا يقولون أن فاس والكل في فاس، فأنا أعتبر مكناس مكة ومن حولها الناس، لأن كثرة الأولياء والأضرحة تحيلنا على مواقع أثرية جد عميقة في عمق التاريخ الإنساني. وبالتالي من هذا المنبر أتوجه وهذه في تدخل في التوصيات، لأن في الدورة الثالثة أعتقد أو في الدورة الثانية كانت ندوة حول ترميم المآثر التاريخية للحفاظ على هذا الموروث في جميع الصناع والحرف. وإلا أن مدينة مكناس تعرف لا تعرف هذه الالتفاتة كأخواتها من المدن، ومن هذا المنظر من هذا المنبر أدعو إلى أن يعاد النظر في ترميم بعض المآثر، وأذكر منها بالخصوص هناك ضريح الولي الصالح مولاي عبد الله بن حمد، وهناك يعني بعض المرافق التابعة للمسجد الأكبر، المسجد الذي بناه الموحدين من كناس بالمدينة القديمة، هناك مرافق تجانبه فيها عدة زخارف يجب إعادة النظر فيها. وشكرا. شكرا السير مطلب. كلمة السير الغازي الفريق ديال التصوير طلب مني باش اللي تدخل يوقف باش يتمكنوا من القيام بالعمل ديالهم. السير غازي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يسعنا في هذه الساعة المباركة إلا أن ننوه بالرئيس وأعضائه على هذه الورشات النيرة كما أنوه بالعبقري. أنا عندي عبقري هذا السيد خالد، إن الحمد لله تمت المعرفة في واحد في وجيز في المهرجان ديال المعادن، كان زودني ببعض الكتب، بالله أقسم بالله العظيم إلا مشيت في ذاك الكتب إلا عرفت بأن هذا السيد هذا ماشي إنسان عادي، هذا استغفر الله يا ربي ولي ديال الزخرفة وديال. أنا عندي خوشة نظر ديالي إن تبارك الله هذه من جهة، من جهة أخرى الله يرحم اللي رباه خلى شي حاجة صدقة جارية علم ينتفع به، إن كل شيء غادي يولي رميم. هذا السيد خلى بعد شي حاجة لتاريخنا ما تنحش عليه الورد، ولكن كوجهة نظر ديالي والله أعلم كان يبسط شوية ذاك الكتاب، لأن الكتاب تبارك الله موسوعة بالنسبة للحرفيين، ولكن بالنسبة للإنسان هاوي بالنسبة للأطفال ديالنا باش نحبوا لهم الزخرفة، كوجهة نظر ديالي كان الكتاب يختصر شوية، يكون فيه مثلا غير بعض الرسومات وبعض التعريفات قليلة باش يكون واحد الثمن ديالو شوية، باش الأطفال إن شاء الله نحبوا لهم الزخرفة مول 7 سنين ومول 5 سنين ومول 9 سنين. وشكرا سمح لنا. شكرا سي غازي. حداك السي سي محمد دحو راه حداك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا الاستاذ خالد الاستاذ العزيز على قلبنا كاملين، يعني انا جد مسرور وسعيد يعني بحضوري في هذا اللقاء في هذه المحاضره ديال الاستاذ خالد، وكان هذه ثاني مره، وكان اول مره كان درنا واحد المحاضره العنوان ديال المنزل المغربي العريق بمدينه بوفكران تحت إشراف جمعية الوحدة للصناعة التقليدية بوفكران. صراحة استفدنا منه كثير ولا زلنا نستفيد، يعني صراحة. وبالنسبة للتوسيط اللي بغيت نقدمها راه قدمها الأستاذ الغازي للتبسيط، غير هي مسألة أخرى بالنسبة للناس اللي كبروا شوية على التعلم، يا ريت تكون دورة تكوينية على ما تنشوفوا بأنه كاين هذا الفن كما قلت الأستاذ خالد بأنه هاد ديال القسمة ما كان المعلمين شوية مزيرين الصمتة ما تيوريوش كاع كل شيء، إلا بقينا بهاد السياسة غادي ندثر كل شيء كما ندثر بزاف الصناعات. يعني ومن ضمن هاد المسألة اللي غايضة في الاندثار وهي هادشي ديال التسطير ثم التوريق والتشجير، إلا ما نضناش به كجمعية المجتمع المدني وكغرف وكذا راه غادي يمشي. يعني تال الناس الكبار نحاولوا نمشي لهم في هذا، والأطفال الأصغار والمدارس باش ترجع للأوج ديالها كما كانت كذلك، وما نزيروش الصمتة كذلك. شكرا لك استاذ خالد. بارك الله فيك سي زين العابدين. السلام عليكم. تنشكر المعلم الكبير سي خالد السايب والاستاذ سي حسن. السؤال ديالي اللي عاد نقول ربما يكون فيه واحد شويش ديال المسلحات لاول صناعه، ولا نقولوا فن التسطير المنبع ديالو الاول منين وكيفاش، ونقدر نقول لك ممكن انت تفيدنا بشي حاجه، هو انهم تيقولوا اول تسطير كان في عهد سيدنا سليمان، والقصه ديال البدايه ديال التسطير كانت بدايه ديال الجن ماشي ديال الانس، ومن ثم بدات المعالم ديالها تتمشي حتى وصلت عندنا لهنايا وحنا بدينا تنتذكروا فيها. والسلام عليكم وشكرا. شكرا. عطيني السي عبد المولى ها وحدك جارك. السلام عليكم. الشكر الموصول للمعلم خالد السايب اللي وجهنا الدعوه باش نحضروا لهنايا، وانا الافتخار انني ابن مدينه مكناس اللي كما قال الاخ فهي مكه والناس حولها، وترعرعت وتعلم الصناعه التقليديه في فاس والكل في فاس. اللي شرف الحضور، وعندي غير الشكر وتوجيه لغرفة الصناعة التقليدية على هذه البادرة الطيبة اللي تقوم بها، وما كرهناش كما قالوا الإخوان أن احنا كجمعية المجتمع المدني اللي تمثل الاتحاد أن تكون واحد البادرة ديال أن المستفيدين اللي معانا أنهم يستفيدوا من دورات تكوينية، وعندنا بعض المصممات الأزياء اللي بغاو يديروا الفن التسطير في الملابس ديالهم بطريقتهم الخاصة، وتكون بعد مساعدة من المعلم ديالنا خالد الصيب اللي عارفه ومحكين معاه بزاف، انه ما تيبخلش علينا فوق ما طرقنا المحل ديالو ما تيبخلش علينا بالمعلومه. وشكرا لكم. شكرا. السي بن مشيش. السي بن مشيش. السلام عليكم ورحمه الله. تربغي اولا نشكر غرفه الصناعه التقليديه على هذا العرس الكبير
اللي يجمع ويشمل الكبار المعلمين اللي تيعرفوا المغرب كاع كله يعني من القويره حتى لطنجه. وسؤالي للسيد الاستاذ ديالنا الغني على التعريف تاعي اللي تعرفوا كاع المعلمين النجاره ديال المغرب، هو الاستفاده من الكتب ديالو القيمه. يعني اللي تطلب منه، لان تيهم كل التستير، تيهم كل ما هو معلم في النجاره والنجاره الفنيه، على الثمن يكون شي شويه غير بالنسبه للصناع التقليديين، لان ما كرهناش كتب باش نستفيد منها، انما الثمن يكون شي شويه معقول باش يقدر يتناولوا الصانع التقليدي. وشكرا لكم. شكرا سمشي السي رشيد. استاذ رشيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رشيد مسير تعاونيه بوتيجيكور مراكش الحوز. صراحه غرفه فاس مكناس عجزت انا بعدا باش نشكرها. هذا بالنسبه لسميتو. بالنسبه للاستاذ سيبرج، انا واحد 16 سنه اللور من بدا يقول لك الذكريات، تقعد بالليل متحمس ضرر سبحان الله. زعما انا ديك البدايه تاع التسطير مع ذاك الحماس، تنجي بالليل تنخدم، المهم تنخدموا حتى الستة وتنجي بالليل تنبقى سهران، لقيت راسي جوج كتوبه لفتهم في التسطير. ديك الساعه يلاه تنتعلم جوج كتوبه دوك الاوراق الطوال، كتكون الحلاوه ذكرتينا بها. الله يجزيك بخير استاذ. هذا بالنسبه للسؤال اللي بغيت نسالك، فاش ذكرتي على دابا، انا في اعتقادي انه بالنسبه للبلدي ماهوش على الابداعات لا حدود لها وما عندها قواعد. بالنسبه للبلدي واللي قرينا واللي تعلمنا من الناس، واحد زائد واحد يساوي اثنان، ما فيهش ثلاثه اربعه الابداع. بالنسبه للتشوهات اللي ذكرتي في الاول، دوك تستر الناس القدام وجبتيهم، كاين بعض التشوهات في كاين بعض التشوهات في الفرم في الفرمات اي، ولكن الا ما خرجوش على القواعد اللي هي كي قلنا قاطع مقطوع كل واحد تنعطيوه طريقه. هذا بالنسبه دابا. علاش انا تنشوف، انا ملي كنتي واحد خرجت على ابستو بحال واحد الا رديتي البال للزخرفه اللي من وراك استاذ سيب، انا لاحظت على هذه الملاحظات فهمتي، بانه راه فيها الركزه ما هذاك عيوب. هاد شنو نقول لك، ما يمكنش تنكرهم. لا ديك العيوب ما يمكنش بينهم، ما يمكنش تنكرهم. انا ديك العيوب اللي تكلمت عليها، بعض العيوب في بعض الفرن، في بعض الفرن ماشي في النعومه ماشي في المكونات العامه، في بعض وراه وضحتها، اما كيخرج في قليل المعروك اما فريمه، يعني حاله العامة ويكون الزواقه جميله بزاف وفيها فريمه ولا طيب مركوز كتكون مقبوله. ماشي انا اللي درت هادشي، راه داروا زمان، انا حللت التراث شنو كاين فيه. اما ملي كتكون العامه فيها العيون، حنا المغاربه رافضين ما كتناقشوهاش. شكرا استاذ. راه جبتها شخصيا. واحد النقطه بغيت نضيفها، انا كان عندي سبحان الله حساسيه من فاس ومكناس، نظرا لذاك الشيء كنا تنسمعوه على فاس ومكناس. جات غرفه فاس ومكناس حيدات الشبهات تاعت فاس ومكناس، اقسم بالله تجي تعرضوا عليا خدامي في فاس ومكناس وما تنمشيش، تنخاف من فاس ومكناس. لا جات غرفه فاس ومكناس وتهضرنا في قلبنا، لحقاش فاس ومكناس اقدم مدينه واعرق مدينه وبلاد العلم وبلاد، وكان تيأسفنا داك الشيء كنا نسمع عليه. خاصة ربي هذا اعز الناس عند الناس ديال فاس وما هي مراكش بالدرجه الاولى. بارك الله فيك. شكرا شكرا. اي تعصري في بلاصه تعصري بدرك، راه كتشابه ليا الصراط تاع العسري ديما كت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول تشكر الحضور الكريم صناع التقليديين اللي ساهموا في انجاح هذا العرس الصناعي بامتياز، وتنشكروا غرفه الصناع التقليدي ديال جهه فاس مكناس اللي تحتنا الفرصه باش نشاركوا حتى حنا هنا. ومن طبيعه الحال السي خالد راه صديقنا والمعلم ديالنا ودائما على تواصل معه. انا السؤال ديالي بالنسبه لهادشي تاع التستير، بنسولك السي خالد، واش ما ذكرتي دابا حنا في المغرب ديما تنخدموا ب 12 و16 وزدتي داك المعشر ما تخدموش به هنا بزاف تقريبا. انا بغيت نسولك واش كاين شي واحد اجتهد ودار دابا المسبع و14 مثلا ولا المتسع و18 و
وسير وقيس على ذلك واش كاين شي حد ولا ما كاينش. وشكرا. السلام عليكم. شكرا سي حمد. عباك الميكرو سي حمد وكبر الصوت عباك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أولا تنشكر الأستاذ على العرض ديالو ديال هاد الزخرفة القيمة الذي قدمها إلينا. ثانيا أولا تنوه بالرئيس ديال غرفة جهة فاس الكنس لأنه استدعانا للحضور لأننا جمعية شجل المساء لنجرين بإقليم الرشيدية برساني واستعادنا لنا للحضور والمشاركة في هذا المعرض لأن هذا المعرض هذا في الحقيقة هذا الإشعاع لاتخذ إذن الفضل يرجع للرئيس ديال الغرفة والأعضاء دياله لأنه أنا عضو في جهة درعة تفيلات ديال صناعة تقليدية وسابقا كنت عضو مع السيد عبد الملك مدة 20 سنة وأنا أعرفه وأعرف العمل دياله الجيد لأن هذا لما هو لا وصل هذا المعرض ولا وصلت هذه اللقاءات ديال الإخوان ولا تكوينات وعلى هذه اللقاءات ديال الصناعة التقليدية فأتمنى له النجاح بمزيد من العطاء ونطلب الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا بارك الله فيك. آخر متدخل هو السي خالد. سي خالد. السلام عليكم ورحمة الله. نشكر الحضور الكرام ونشكر المعلم. أنا التوجيه اللي بنتوجه عليه هو واحد القاعدة وراه لنا كامل بمعنى تيشر الخاتم وتيقول لك الزقاق بالتعريف المراكشي تنعرفوا الزقاق حنا واحد القاعدة ما تيكملش حيت تكون تتقلب تخرج لك واحد تغييره ماشي تغييره بالمفهوم تغييره وانما الزقاق تغييره تتداوى ولكن تيخرج لك القاعدة ما كاملش هذاك هو التعريف عندنا ديالها والتير هذا راه زقاق. وشكرا. شكرا بارك الله فيكم على المداخلات ديالكم القيمه. قبل ما نعطي الكلمه للسي خالد الصيب بغيت نذكركم بالبرنامج غدا ان شاء الله عندنا محاضره حول المعمار التقليدي بالمغرب الخشب نموذجا لهذه المحاضره غادي يديرها المهندس الاستاذ عمر الحسوني هو خبير في المجال ديال المعمار وكان مسؤول سابقا في وكالة التنميه ورد الاعتبار لفاس وكندعيكم باش غدا ان شاء الله مع العشرة نتلاقى في هذه القاعه للمشاركه في هذه المحاضره ونعطي الكلمه للسي خالد الصيب للاجابه. شكرا اخواني الاعزاء. غير بالنسبه غادي نحاول نجاوب على جميع الاسئله اللي طرقت وغادي كان الاخ مجاهد دار طلب ديال نسخه المحاضره اللي تكلم فيها الغرفة راه كاين كما قال الاخ في فيسبوك راه كاين كما ياك السي سعد كاينه اذا راك جاوبتيه. بالنسبه للاخ علي زيان الفنان ديالنا اولا غير باش نحطك في الصوره تكلمتي على التاثيرات وعلى المحاضره وعلى ما طرقش الجانب ديال الشيوخ وهذا الشيء كله. اولا خاص تعرف ان التسطير فهو لكل المغاربة ولكل فنان ماشي هو ديال شي جهة معينة ما هو لا ديال الشيوخ ولا فاس ولا مراكش هذا ديال الفن هذا فن كل ما هو فنان ومبدع نتحدث على الثقافة ديال التصوير. حنا الموضوع ديالنا محدد في الأعراف الحرفية لفن التصوير إذا ملي كنتكلموا على الأعراف كنتكلموا على الأعراف عند الحرفي كما يتداولها في ورشته ويتعامل بها في المحيط ديالو الزخرفي هذا هو كان الهدف الاساسي فيما يخص حنا في الموضوع ديالنا ملي كنتكلموا على ملي كنقولوا كلمه التسطير راه ما كنتكلموش عن النقوش كيف ما كان نوعه كنتكلموا على كنحددوا وكنسيبليو التسطير الاعراض الحرفيه اللي في التسطير هذا هو بالنسبه لي. بالنسبه للاخ العالمي كنشكرك على هذه النقطة هذه قصيني واحد قصيت واحد هو كاين حسب ما كنا كنسمعوا حنا صغار رحنا جيل واحد كانوا بعض المعلمين كيقول لك على أن التسطير
كيجي وقلت في التقديم ان قلت انه هو علم الفلكيين، يقول عنه بعض المؤرخين انه علم الفلكيين وعلماء الرياضيات، هذه راه تتلون بالعجاله الى سمعتك، ولكن تبحروا في امزي ان كانوا كيقولوا الحكايات كيقول لنا المعلمين كيقول لك على انه ملي كانوا اللي قبل منهم كيجي شي واحد لاباس عليه وكيبغي يصوب شي قبه، كيمشي عندك اللي كي العلماء ديال الفلك كيقول له شوف لي البرج ديالي انا فوق الشراقيط وشمن شهر والنجوم ديالو اللي كتخرج له في البرج ديالو واش متمنا و16 ايوار عليها كيصوب له هو القبه بناء على البرج ديالو. هذه حكايات تقال ولكن هو صحيحه او لا ماشي صحيحه الله اعلم. هذا هو اما هو راه الحساب ديال التسطير حساب فلكي باش وراه خصنا في البدايه قلنا يقول عنه بعض المؤرخين انه، ولكن حنا ما كندخلوش في هذا الجانب الفلسفي والتاريخي والعمق ديالو، حنا لا يهمنا المصدر ديالو والاصول ديالو كيفاش جا ولا كيفاش دار، ولكن يهمنا عرفوه وعمله والشغال به وكيفاش نوظفوه وكيفاش نعملوا به كحرفي لان هذا التخصص ديالنا حنايا، حنا هنا كتجي الحدود ديالو وكتوقف هنا. اما الشيء الاخر نخليو الاكاديميين والطلبه والباحثين يبحثوا في هذا المجال هذا لان هذا اختصاصهم. السي الغازي الخطاط الطلب ديالك ان شاء الله غادي نعمل عليه، غادي نحاول نخلق شي كتب للاطفال الصغار اللي بداو فيها الصغار ان شاء الله، هذا كان واحد الاثنين ان شاء الله. بالنسبه للاخ دحلو كنشكر الناس ديال بوفكران ديال الكناس وجميع الناس اللي حاضرين هنا. بالنسبه للدوره التكوينيه انا خويا موجود، انا فوق ما امرتي عليا انا معكم، هذا هو حنا كنبداو الدوره التكوينيه وحنا مستعدين. بالنسبه للاخ سيدي العبيدي كما قلتي حسب ما يقال داك الشيء اللي كنا كنسمعوا صغير كان كيقول لك هو حقائق ثنائيه قصص، ولكن انا شخصيا القصه كنسمعها على سبيل الاستئناس كما كنا كنسمعها جميعا، ولكن ملي كبرنا ما بقيناش كنركزوا عليها لان ملي كنشوفوها لان زمان هي ملي كنا صغار كنا كيجلسوا لنا حنا اطفال صغار الناس العائلات الكبار سواء جيراننا ولا العائلات ولا لالواتنا وداك الشيء كيجلسوا كيبدا يعاودوا لنا حكايات، داك الحكايات كتعطيك واحد البعد الثقافي واحد ولكن في الاصل ديالها كتلقاها هي حكايه، هي حكايه. اذا حتى ملي كنسمعوا شي اشياء كيقول لك ها الجن هذا هو، حنا خويا ما خلقيناش هذا الجن، حنا في هذا الجن حنا خلقينا واحد الاعراف واحد العلم واحد القواعد بنينا عليها ومشينا عليها، ولكن عندها قواعد علميه كتبدا من واحد زائد واحد كيساوي راه الجن الا قلتي له صنع لي التسطير راه اللهم سطروا بهذ القواعد خرجوا اش سالك ها هي ما فيهاش هي كنقولوا كيفاش كانوا كيقولوا زمان القصص اي هذا، ولكن ذاك الوقت ما عرفناش كانت تستر ولا ما كانش الله اعلم. نتمناك تطبع زعما طعمنا بشي مراجع اللي نزيدو نستافدو منها اكثر. كلنا هو حنا هادو امور تاريخيه، حنايا المهم هادشي خصنا نبحثو فيه الاكاديميين، حنا نهضرو في الجانب الفني والتقني اللي كيهمنا حنا كحرفيين. بالنسبه للسي كمال فيما يخص بالنسبه للمصممات ديال الازياء انا مستعد نشتغل معاهم او ندعمهم بشي حاجه ديال التسطير اللي تشتغلوا بها يعني. انا موجود. الاخ بنمشي تكلمتي على الثمن ديال الكتب، اولا قبل كل شيء انا ما درتش الكتب من اجل التجاره، انا ربما الا قلت لك ميزانيه اللي خسرت في الكتب في ظرف 25 عام ديال المؤلفات خسرت فيها ثمن فيلا
ثمن باش نبني فيلا مجهودات شخصيه دعم مادي شخصي ما كانش اللي يعاوني بدرهم بحيث حتى ملي كنمشي نطبع بحال الموسوعه ملي نمشي نطبع حطيت فيها 20 مليون وركع على خطر 90% منها مشات اذاعات الكتب اللي كنجيب ربما كنطبع 700 800 400 كتاب ربما كتباع 20 تصدق لكم كيمشي اذاعات يعني احنا في المغرب ما عندناش ذاك الثقافه ديال الشريعيه حنا كنقلبوا على البيليكي وانا كنخسر من جيبي تضحيه لهذا الوطن وتضحيه مني كنضيع رزق ولادي هاهم حدايا شحال من مره كنت كندرس مع المراه على هذا الشيء كتكون في واكور كنت كنبقى صراحه كتضيع رزق ولادك شنو غادي نديروا بهذا الشيء ولكن هنا حبينا هذا الصناعه حبينا هذا الوطن بشكل متصوف فعلى الاقل نخلي واحد الصدقه جاريه اذا راه الكتب راه الاثمنه ديالهم غير شكليه وضعيفه راه ملي كيجي عندي شي واحد يزورني راه كنعطيه كتاب بلا فلوس ونتحدى شي واحد يجي يقول لي راني خلصو الا انا كنبراني الا انا كنبراني باش ملي كيجي عندي شي واحد اللي ماشي هو كيطلع براني ما كنعرفوش مشي ثلاثه ولا اربعه وكره في حياتي كل اللي جاو عندي بغاو يشريو كتاب اما كتلقاه في الخارج اولا كتلقاه كذا ملي كتجي كتقرا ما كاينش كيشد معايا داك الشيء فهمتي هذا هو اللي اما الكتب راه اللي قال لك العصيده بارده خصو يدير فيها يديه انا كخصني شي واحد من هاد الصناع التقليديين كنبغي شي واحد ينوض حتى هو يكتب ويالف باش نغني والخزانه الحرفيه انا كاين اللي كنشكر واحد الاخ من الناظور بلا ما نذكر الاسم ديالو اللي خدام عندي كتاب واستافد منه بدا كيصوب حتى هو كوغط وانا ونفسه او كيزيد عليهم شي واحد كنقص فيه كيستخرجوا وناض يدير كتاب انا نشجعو نقول له مزيان نزيد نشجعو وإلا عطل عليا نعاون لان خصنا نغنيو الخزانة المغربية والخزانة الحرفية لأن الأجيال المقبلة حنا غادي نمشي وغادي نمشيو الفلوس اللي عندنا ولكن إلا خلينا المملكة المغربية غنية بهذا التراث الزخرفي هذاك هو الربح اللي عندنا لأنه الآن ملي كنزورو المآثر التاريخية كنلقاو الخشب كنلقاو الفنون ديال الجبس كنلقاو فنون الزليج شحال هادي باش ماتو ماليهم ماتو اللي خلصو وماتو اللي خدمو ملي كتشوف داكشي كتقول الله يرحمه شو شحال ديال الرحمه كتلقى قاوي كيجيك الله يرحمه كيقرا بما كيشرح اذا هذا هو الصدقه الجاريه اذا انا بالنسبه لي كنخدم الوطن ديالي كنخدم الحرفه ديالي لان كنعتبرها خدمه وطنيه بامتياز لا يهمني انا ما كنطلب حتى شي واحد وما كنقول حتى شي واحد يعطيني وما كنمد يدي حتى لواحد وما كنطلب انا اللي كنطلب هو هذه المعارف ما تضيعش نتعاونوا على التوثيق ديالها لان هي ما ديال حتى واحد ديال المغاربه وديال الحضاره المغربيه خاص تكون عندنا غير على بلادنا ولا ما ضحيناش راه ما يمكنش نوصل خلاص الاخر كيتحيد حنا راه مراكش عندنا مراكش نقلب انا راه عندي واحد الثلاث بعض ديال صحابي يردوا لمراكش يخدموا راه داروا تبارك الله السبع د النادي المراكشيات الله يكمل عليهم بخير بالنسبه للاخ العسلي تكلمتي على الابداعات وما يخص المسبع فعلا المغاربه صوبوا هذا المسبع ربما داك الكتاب اللي عندك الا فليتيه مزيان راه كتلقى فيه 14 وتلقى فيه 15 وتلقى فيه المسبع هادشي راه كاين في الابداعات هي فيه مزيان انما حنا كمغاربه ما كنتعاملوش به بزاف وقلتها في الاول داك الانواع ديال المعصر وهذا المسبع و14 وهادشي حنا حيت ملي كنهضروا على التسطير او الزخرفه المغربيه عندها قواعدها عندها خصوصياتها عندها تميز ديالها حنا باش قويين في العالم بالزخرفه المغربيه بالاسلوب ديالنا مازال مشيتي للمشرق كتلقاهم كيستعملوا 14 وهذه الانواع ديال المسبع وهادشي ولكن هما في الزخارف ديالهم كتلقى مزبور من هنا ومن هنا ما كيهموش حنا بالنسبه للمغرب الا درتيه غادي تزبرك من هنا وغادي يخرجك عيوب من هنا حنا راه الزواقه دايره الاجداد ديالنا كبيره وزوينه وجميله وكتلقى فيها التريمه ولا شي حاجه ومصوبه وكيجيو هادو ديال اليوم اللي حافظ جوج كلمات لا لا هذيك ما كيعرفش يخدم حياته كلها كيولي بنادم كيقول ما كيفهم والو كيرجع هو يعني سامحهم الله
لان ما فاهمينش ما عارفينش لان كانوا بحرين ودخلوا وبحثوا في التراث المغربي والاصول غادي يعرفوا اش كيقولوا. اذا بمعنى ان المغرب راه عندي ديك مساله واحده ان في المغرب انا كنوه من العالمين المغاربه بعدا من هذا المنبر لان عندنا مجموعه ديال العالمين سواء فاس مكناس في الرباط في الدار البيضاء مراكش مدن اخرى صغيره اللي مشاو لها الشباب كيسطروا اي كاغيط اللي عنده القواعد ديال السطر اي كاغيط عطي سيرو ديال السطر راه غادي يسطروا كيما بغا يكون يعني. واليوم راه عندنا ما تنساوش ان كاين طلبه كيقرا في التكوين المهني ولو كيطيروا في السطر احسن من المعلم على الحاسوب. انا كنعرف طلبه واللي منهم ولاو اساتذه ولو كيقراو في الاكاديميات ولا خدامين في شركات كبار من اكبر الشركات في المغرب الى تشوف السطير ديالو وتشوف الخدمه ديالو راك تنبهر. تقول هذا معلم ديال هذه 500 عام ماشي ديالي لان الحاسوب كيساعد وكتلقى هو كيحب السطير كيحب المينا وكيجي ديال الشهد. انا كنوه بهاد الناس هادو ولا خلفه على السطير. ففي المغرب الحمد لله لا تسطير ولا جميع الزخارف. فرا الوزاره ولا الدوله ديالنا راها مواكبه التطور ديالها ومواكبه العصر وكتعمل على الحفاظ ديالها والتطور ديالها. فنكونوا مطمئنين ان التسطير ان الزخرفه المغربيه راها نادي زموس وهذا خط الطريق ديالها. اما فيما يخص نجاوب الاخ الاخير اللي تكلم على المعنى ديال الزقاق في مراكش ولا لا، انا ربما غادي نقول لك واحد القضيه اننا وضحت هنايا مازال نعطيكم هادشي في التفاصيل ديال الشموع. راه ملي كنقولوا الزقاق راه الزقاق ما يمكنش نقول كلمه الزقاق كيعني واحد الحاجه وانا نقول كنعتبروها هذا. هادو كاين بعض المعلمين اللي هما في راسهم ما تعلموش على المعلمين اللي حافظين كتبقى حافظ السماء فنان كيطير في السماء ولكن الثقافه المهنيه ناقصه لانه المعلم عندنا نتعلم هو براسه ما كانش عارف. هذا ما كيعنيش انني ما نعرفش، خصني نعرف ومنين نعرف نبلغ المعلومه الصحيحه. لان راه كما جبت في العرض وضحنا الزقاق شنو هو وكيكون على اربعه اركان. وضحنا شنو هو الزبان شنو هو الركيز يعني هاد الاعراض اللي كتداول شنو هو المزبور. اذا حنا بينا في الاعراض ها الحيره فيها شنو كاين وفوقاش كتكون هنا كنعتبرها عيوب وداك العيوب تعتبرها كتفرض عليك. الى جا مهندس قال لك اسيدي انا بدا لي الزوار تيرو طحنا فيه حنا وحاولنا نقنعو المعلمين وكيجيو للدار كيقول لك وكتمشي عند المنطر كتقول له دير هذاك المهندس راه قال قال ودابا راه يعيبوا علينا الناس كيقول لك اخويا اللي قال لك المهندس ديرو دير اللي قال لك. كيجي مهندس كيقول لك اخويا انا بدالي من هنا وسير انت كتقلب تضرب عاد باش يشغلك. واذا الا دخل عندك شي واحد شافها يقول هذاك المعلم ما كيفهمش. اذا ها المشكل. اذا حنا خصنا نفهموا شنو هما الاعراض وشنو هما القواعد ونحافظوا عليها وندافعوا على الحضور ديالها. ولكن ملي كتفرض عليك شي حاجه لا غريب الا الله لان ماشي القران مهزل راه اللي ما كيتغيرش عندنا حنا كمغاربه ولا كمسلمين هو القران. اما الحاجه ديال الابداع وديال الشهاده وابداع وحفظ ما كنقولوش نضيعوا. انا ضد الذي ضيع التراث المغربي وضد اللي ما يحفظش ويعرف الاعراض هي انما نعرفوها بالعقل ماشي بالعاطفه. هذا هو اللي كاين. كنظن ما بقى حتى شي سؤال لا كان شي واحد بغي يزيد شي اضافه مرحبا ما كانش. كنتمنى يكون هذا العرض نال الاعجاب ديالكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.